اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 4 which is entitled adding and subtracting large numbers. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس المهمه جدا. احنا اتعلمنا ازاي نعمل addition و subtraction السنه اللي فاتت. طيب الدرس بتاعنا النهارده هنعمل فيه نفس اللي كنا بنعمله في الاديشن والسبتراكشن اللي خدناه السنه اللي فاتت. اللي احنا هنعمله هنا زياده ان انا عندي اللارج نمبرز بيكون فيها ديجيتس اكتر، بيكون فيها بليز فاليوز كتيره، يبقى احنا هنعمل اديشن لبليز فاليوز كتيره. هو ده اللي هيختلف عن السنه اللي فاتت. طيب تعالوا مع بعضينا نبدا الايه، نبدا بالاديشن. بالنسبه للاديشن عشان اعمل ادنج لتو نمبرز انا عندي طريقتين، يا اما الفيرتيكال ميثود ودي كلنا بنحبها، يا اما الهوريزونتال ميثود. لازم نتعرف ازاي نشتغل بالايه، بالطريقتين، وبعد كده الطريقه اللي انت بتحبها تشتغل بيها. نبدا مع بعضينا الفيرتيكال ميثود. ادي عندي هنا نمبر، النمبر ده لما نيجي نقراه احنا بنقسم بيريودز، ادي البيريودز بتاعت اليونتس وادي بتاعت الايه الثاوزند وادي المليون. يبقى انا عندي هنا 3,265,419 وهنا 7,376,883. لما بنيجي نعمل اديشن بنعمل الاديشن ازاي؟ لما بنيجي نعمل اديشن ببدا من الرايت، بشوف مين الديجيتس اللي على الرايت. ادي اول ديجيت على الرايت هنا اسمه ايه؟ ال 9، وادي هنا ايه؟ ال 3. لازم ابدا في الاديشن اقول اليونتس بلس اليونتس، اقاد النمبر اللي موجود في اليونتس مع النمبر اللي موجود فين؟ في اليونتس. ما ينفعش نقاد من الليفت، بقاد منين؟ من الرايت. يلا مع بعضينا نعمل اديشن ونشوف هنشتغل ايه البروبلم ازاي. 9 بلس 3 يعني ال 9 هنزود عليها 3. 9 بلس 3 از 12، بعد ال 9 10 11 12. طيب لما اجي اكتب ال 12 ينفع اكتب ال 12 كلها هنا؟ لا ما ينفعش، لان احنا اتفقنا ان البليس فاليو ما ينفعش يتكتب فيه 2 ديجيتس، لازم اكتب فيه ديجيت واحد. طب انا عندي ال 12، ال 12 بتتكتب كده. ال 12 متكونه من 2 ديجيتس، في عندي ديجيت في اليونتس وفي عندي ديجيتس فين؟ في الايه؟ في التنس. نحط الديجيت اللي في اليونتس تحت اليونتس، يبقى انا عندي ال 12 احط الايه؟ احط ال 2 هنا. طب وال1 اوديه فين؟ ال1 اعمل له كارنج على الايه؟ على البليس فاليو اللي بعديه. يبقى هنعمل هنحط ال2 وهنكاري اب ايه؟ هنكاري اب 1. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اعمل اديشن للنمبرز اللي موجوده في الايه؟ في البليس اللي هو التنس. 1 بلس 1 از 2، 2 بلس 8 يبقى 10. اما اجي اكتب ال 10 ينفع اكتبها كلها هنا؟ لا ما ينفعش، هنحط الزيرو وهنكاري اب مين؟ وهنكاري اب ال 1. طيب نيجي بعد كده نعمل ادنج للايه؟ لل 3 نمبرز دول. 1 بلس 4 از 5، 5 بلس 8 حط الكبير، النمبر الكبير حطه على ايدك او حطه في مخك، يعني ايه؟ هنخلي ال 8 مثلا في مخنا. وعندي بعد كده دي 5، حط ال 5 على ايدك وعد بعد ال 8 5 نمبرز، يبقى بعد ال 8 9 10 11 12 13. يبقى اما اجي اكتب ال 13 احط ال 3 واكاري اب 1 على البليز فاليو اللي بعديه. طيب نيجي بعد كده انا عندي 1 بلس 5 از 6، 6 بلس 6 از 12، نحط ال 2 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 1 على البليز اللي بعده. طيب 1 بلس 6 از 7، 7 بلس 7 14، نحط هنا 4 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 1 على البليس اللي بعده. ونقول مع بعضينا 1 بلس 2 از 3، 3 بلس 3 از ايه؟ از 6. طيب نيجي بعد كده هل في كارينج؟ مفيش كارينج، يبقى انا عندي هنا 3 بلس 7 از 10. طب ال 10 نعمل ايه؟ انا ما عنديش هنا حاجه اكاري عليها، يبقى احط ال 10 كلها مره واحده هنا 0 وهنا ايه؟ وهنا 1. تعالوا نشوف بروبلم كمان. انا عندي هنا 5 بلس 3، ال 5 بلس 3 از ايه؟ اكاونت بعد ال 5 3، نعد بعد ال 5 3، بعد ال 5 6 7 8، يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا 8. نيجي نشوف البليس اللي بعده 1 بلس 2، 1 بلس 2 از 3،
نيجي نشوف بعد كده 3 بلس 7 الكبير هو اللي تحطه ايه؟ تحطه في مخك ونكاونت عليه الصغير. يبقى انا عندي بعد ال 7 8 9 10. طيب ال 10 نكتبها ازاي؟ نحط 0 ونكاري اب 1 على البليس اللي بعده. طيب 1 بلس 0 از 1 بلس 5، يبقى انا عندي 1 بلس 5 از 6. طيب 6 بلس 7 نحط ال 7 in our mind وبعد كده ونكاونت عليها ال 6. حط ال 7 في مخك وعد بعد ال 7 6 وال 6 حطهم على ايدك. يبقى بعد ال 7 8 9 11 12 13. يبقى احط ال 3 وكاري اب مين؟ وكاري اب 1. طيب بعد كده 1 بلس 2 is 3، 3 بلس 4 is 7. زي ما انتم شايفين ان عمليه الاديشن عمليه سهله مفيش فيها مشاكل خالص. طيب نيجي نشوف بعد كده الهوريزونتال ميثود. الهوريزونتال ميثود بدل ما بكتب التو نمبرز تحت بعضيهم بنكتبهم جنب ايه؟ جنب بعضيهم. طيب لما اجي اعمل الاديشن بعمله منين؟ بنعمله من الرايت، لان الرايت ده اليونتس هنا اهي ودي اليونتس ايه؟ واليونتس اهي. يبقى ابدا من اليونتس، يبقى انا عندي 6 بلس 3 از ايه؟ از 9. طب اكتب ال 9 فين؟ اكتبها هنا ولا اكتبها بعيد؟ لا اكتبها في الرايت، يبقى هنا ايه؟ 9. طيب نيجي بعد كده 8 بلس 0، خلاص احنا خلصنا اليونتس نخش على البليس اللي بعده. 8 بلس 0 يديني 8. 9 بلس 3 بعد ال 9 10 11 12. طيب ينفع اكتب ال 12 كلها مره واحده في بليس واحد؟ لا ما ينفعش. امال نعمل ايه؟ نحط ال 2 واكاري اب 1 على ايه؟ على ال 5 ديت، لان هو ده الايه؟ ده البليس اللي بعده. طيب 1 بلس 5 از 6، 6 بلس 4 از 10، يبقى نحط 0 ونكاري اب 1 على البليس اللي بعده. يبقى عندي 1 بلس 2 از 3، 3 بلس 6 از ايه؟ از 9. واخر حاجه 5 بلس 2 از 7. نيجي للمساله اللي بعد كده، فين اليونتس هنا؟ اليونتس ال 6، وفين اليونتس هنا؟ ال 8. يبقى ابدا ال 6 مع ال 8. مين الكبير؟ الكبير ال 8، نكاونت عليه 6، يبقى نحط ال 6 على ايدينا ونزودهم على ال 8 اللي احنا حطيناهم في مخنا. بعد ال 8 في عندي 9 10 11 12 13 14، يبقى احط ال 4 واحط واكاري اب 1. ممكن احط ال 1 هنا او هنا مش مشكله، يبقى نحط ال 1 هنا كده اهي. طيب هنا الاقي 1 بلس 3 يديني ايه؟ يديني 4، 4 بلس 6 يديني 10، يبقى احط 0 وكاري اب 1 هنا كده. طيب 1 بلس 4 از 5، 5 بلس 7 احط 7 الكبير احطه في مخي واحط ال 5 على ايدي واكاونت بعد ال 7 5 نمبرز. يبقى عندي بعد ال 7 في عندي 8 9 10 11 12. يبقى ال 7 بلس ال 5 از 12. نكتب هنا ال 2 ونكاري اب ال 1 ايه؟ ال 1 على البليس اللي بعده. طيب 1 بلس 5، 1 بلس 5 از 6. طب ال 6 هنا هقعد عليها مين؟ ال 1 عشان هو اللي ايه؟ اللي قدامها في نفس الايه؟ في نفس البليس. 6 بلس 1 از 7. نيجي بعد كده 8 بلس 2، ال 8 بلس 2 يديني 10، يبقى نحط 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 3 از 4، 4 بلس 5 از 9. طيب بعد كده الاقي مين؟ انا عندي هنا ال 3 مفيش قدامها حاجه، يعني اكن قدامها 0، يبقى ال 3 بلس 0 يديني ايه؟ يديني 3. تعالوا مع بعضينا نشوف السبتراكتنج بتاع اللارج نمبرز. زي ما كنا بنعمل سبتراكشن السنه اللي فاتت، هنعمل برضو نفس السبتراكشن بتوين النمبرز الايه؟ السنه دي. تعالوا مع بعضينا نجرب كده على ايه؟ على التو اكزامبلز دول. نيجي هنا اول اكزامبل، انا عندي نمبر وعندي نمبر ايه تحتيه. في الفيرتيكال ميثود لازم نحط اللارجر نمبر فوق، يعني لازم اللي يتكتب فوق يبقى اكبر من ايه؟ من تحت. في الاديشن مش مشكله، في الاديشن ممكن يكون النمبر اللي فوق للزان اللي تحت اصغر منه، لكن في السبتراكشن لازم اكتب النمبر الكبير احطه ايه؟ احطه فوق، والنمبر الصغير نحطه ايه؟ نحطه تحت. طيب زي ما كنا بنعمل في الاديشن بنبدا من اليونتس. طيب هنا لازم اقول
9 ماينس ال 5، ما ينفعش نقول 5 ماينس 9. يعني في السبتراكشن لازم التزم ان النمبر اللي فوق هبدا بيه كل مره وانا بعمل السبتراكشن. طيب يبقى هنا هنقول 9 ماينس 5. يعني ايه 9 ماينس 5؟ انا عندي 9 هاخد منهم 5. اوكي؟ طيب لما ال 9 اخد منها 5 اعمل ايه؟ حط ال 9 على ايدك وخد من ال 9 5. هتلاقي يتبقى معاك قد ايه؟ هتلاقي يتبقى معاك 4. يبقى 9 ماينس 5 is 4. طيب نيجي بعد كده 7 ماينس 9. طيب ايه بقى قصه 7 ماينس 9؟ انا عندي ال 7 less than ال 9. ال 7 اصغر من ال 9. يبقى ازاي هناخد من ال 7 9؟ مش هينفع. في الحاله دي بنعمل ايه؟ في الحاله دي بنعمل borrowing. باجي على البليس فاليو اللي جنب النمبر الصغير واخد منه ايه؟ واخد منه 1. ال 1 اللي باخده ده بيتفك ب 10، لان كل ديجيت عباره عن 10 تايمز الديجيت اللي ايه؟ اللي على الرايت بتاعه. يبقى انا عندي ال 2 دي اخد منها 1 واوديه مين؟ لل 7. يبقى انا هعمل بوروينج من ال 2 هاخد منها 1 اوديه فين؟ اوديه جنب ال 7. يبقى ال 7 تبقى كام؟ ال 7 تبقى 17، لان انا ال 1 اللي خدته من ال 2 ده مش 1، ده يعتبر 10 بالنسبه للايه؟ للبليس فاليو ده. يبقى انا باخد 1 احطه جنب ال 7 تبقى 17، وال 2 دي لما خدت منها 1 تبقى كام؟ تبقى ايه؟ تبقى 1. وبدل ما بقول بقى 7 ماينس 9 هنقول 17 ماينس ال 9. ال 17 اخد منها ال 9. انا مش هقدر احط ال 17 on my hands، مش هينفع احط ال 17 على ايديا، لان انا عندي اصلا عندي 10 fingers. هنحط ال 17 ازاي؟ طب نعمل ايه بقى في الحلقه دي؟ اجي احط النمبر الصغير in my mind وابتدي اكاونت لحد ما اوصل لمين؟ للنمبر ده. يعني هنعمل ايه؟ هنقول كده، حط ال 9 in your mind. بعد ال 9 تعالى نعد على صوابعنا بقى، بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 16 17. لما تيجي تبص على ايدك تلاقي نفسك عديت 8 فينجرز. يبقى هم دول الايه؟ الفرق ما بين ال 9 وال 17. اوكي؟ طيب 1 ماينس 1 0، لان ال 1 هاخد منه 1 مش هيبقى حاجه. 3 ماينس 5، ال 3 هاخد منها 5، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى نعمل borrowing، اخد 1 من البليس فاليو اللي ايه؟ اللي جنبه. طب لما اخد 1 من ال 6، ال 6 تبقى كام؟ ال 6 تبقى 5. وال 1 لما يروح لل 3 تبقى كام؟ تبقى 13. اوعى تقول لي 4، لا ما تبقاش 4، ال 1 بيروح جنبها. جميل. يبقى انا عندي بدل ما بقول 3 ماينس 5 هنقول 13 ماينس ال 5. نعمل ايه؟ نكاونت من بعد ال 5 لحد ما نوصل لل 13. بعد ال 5 كام؟ 6. يبقى انت ايه؟ ارفع صباع كده من صوابعك قول 6. بعد كده 7، ارفع صباع تاني. 8 9 10 11 12 13. لما تيجي تبص على الصوابع اللي في ايدك ديت اللي انت طبقتها كده هتلاقيهم 8. يبقى انا عندي هنا ايه؟ يبقى 13 ماينس 5 از 8. طب نيجي بعد كده 5 ماينس 2، ال 5 هاخد منها 2 يبقى 3. بعد كده ال 7 هناخد منها 5 يبقى 2. يبقى هو ده الريزلت بتاع عمليه السبتراكشن. النمبر الكبير ده لما اخد منه النمبر ده يبقى لي مين؟ يبقى لي النمبر ده. تعالوا ناخد مع بعضينا اكزامبل تاني. زي ما اتفقنا النمبر الكبير بيتحط فوق والنمبر الصغير بيتحط تحتيه. هنا ابدا باليونتس 1 ماينس 1، يعني ال 1 هناخد منه 1، خلاص انا خدته، يبقى ايه مكانه؟ مش هيبقى حاجه، هيبقى 0. طب نيجي هنا 0 ماينس 9، ال 0 ده يعني ولا حاجه، هاخد منها 9، ينفع اخد من ال 0 9؟ طبعا ما ينفعش، ال 9 كبيره، محتاجه حاجه اكبر منها عشان اخدها منها. طب نعمل ايه؟ في الحاله دي نيجي عند ال 6 ناخد منها 1، ال 6 تتحول لايه؟ تتحول ل 5. وال1 نعمل ايه؟ اجيبه جنب ال10 هنا، ممكن اجيبه جنب ال10 هنا كده، يبقى كام؟ يبقى 10.
يبقى 10 ماينس 9 يديني ايه؟ يديني 1. وهنا 5 ماينس 1 يديني ايه؟ يديني 4. طيب 2 ماينس 4 ينفع ال 2 ناخد منها 4؟ طبعا ما ينفعش، عشان ال 2 لزن ال 4، لازم يكون هنا اكبر من هنا. نعمل ايه؟ ناخد 1 من ال 7. لما اخد 1 من ال 7 تبقى كام؟ تبقى ال 6. ال 1 نكتبه فين؟ ممكن اكتبه جنب ال 2 كده. يبقى انا عندي 12 ماينس 4 يديني 8. نجيبها ازاي؟ اكاونت من بعد ال 4 لحد ما اوصل لل 12. بعد ال 4 5 على ايدك بقى، 5 6 نزل صباع تاني، 7 8 9 10 11 12. لما تيجي تبص على صوابعك اللي في ايدك اللي انت طبقتها كده ونزلتها، هتلاقي نفسك نزلت 8. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا إيه؟ وممكن ال 12 دي اكتبها كده فوق في دايره، وممكن ال 10 اكتبها فوق في ايه؟ في دايره. طيب 6 ماينس ال 8 ينفع؟ طبعا ما ينفعش، عشان ال 6 لزن ال 8، واحنا اتفقنا ان السبتراكشن لازم النمبر ده يكون جريتر ذان ده. طيب نعمل ايه؟ هناخد 1 من ال 5. لما اخد 1 من ال 5 تبقى هي ايه؟ تبقى 4، وال 1 ده يروح يبقى ايه؟ جنب ال 6، تبقى كام؟ تبقى 16. طيب اعمل ايه؟ اكاونت من اول ال 8 لحد ما اوصل لل 16. بعد ال 8 9 10 11 12 13 14 15 16. لما تيجي تبص على ايدك كام صباع عديتهم، تلاقي نفسك عديت كام صباع؟ 8 fingers. ماشي، نيجي بعد كده 4 minus 5 برضو ما ينفعش، عشان ال 4 لزن ال 5. نعمل ايه؟ ال 7 ناخد منها 1 تبقى 6، ال 1 يروح جنب ال 4 تبقى كام؟ تبقى 14. 14 ماينس ال 5، تعال نعد من بعد ال 5. بعد ال 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بص على صوابعك عديت كام صباع، هتلاقيهم 9. وال 6 ايه؟ هنا ال 6 هنا مفيش حاجه تحتيها، يبقى 6 ماينس اكنها 0 يديني ايه؟ يديني 6. يبقى اهم حاجه في مساله السبتراكشن تاخد بالك، لو النمبر اللي انت بتعمل منه سبتراكشن صغير ما ينفعش، لازم استلف منين؟ من البليس فاليو اللي جنبه. تعالوا نتدرب على الهوريزونتال ميثود. في الهوريزونتال ميثود بنكتب التو نمبرز جنب ايه؟ جنب بعض. بس ناخد بالنا جدا ان النمبر الكبير اللارج نمبر لازم يتكتب في الليفت. يعني ده النمبر ده لازم يكون الجريتر، ما ينفعش تحطه لي هنا، لان احنا في السبتراكشن بنقول ده ماينس ده. هنا بلتزم بالايه؟ بالترتيب. طيب نبدا مع بعضينا اول ايه؟ اول بروبلم. ادي اليونتس وادي اليونتس، احنا بنبدا باليونتس. 7 ماينس 7، ال 7 هاخد منها 7، خلاص مش هيبقى حاجه، يبقى لي 0. بنكتب في الموست رايت. طيب نيجي بعد كده اللي بعده، ال 6 ومين؟ وال 2. نقول ايه؟ 6 ماينس 2، يعني ال 6 هناخد منها 2، يبقى كام؟ يبقى 4. اللي بعد كده عندي ال 3 مع مين؟ مع ال 6. 3 ماينس ال 6، خد بالك بقى هنا، ال 3 هناخد منها ال 6، طبعا ما ينفعش. يبقى نعمل ايه؟ نعمل بوروينج، ناخد 1 من ال 5، ال 5 تبقى كام؟ تبقى 4، وال 3 تبقى كام؟ تبقى 13. يبقى 13 ماينس الايه؟ ال 6. طيب 13 ماينس 6 نعمل ايه؟ نحط ال 6 in our mind ونكاونت عليها لحد ما نوصل لل 13. بعد ال 6 7، تعالى على ايدك كده وعد، 7 8 9 10 11 12 13. بص على ايدك كده كام صباع طبقتهم، هتلاقيهم 7. يبقى هنا يديني كام؟ يديني 7. بعد كده 4 ماينس 4 يديني 0، يعني ال 4 خدتهم كلهم. نيجي نشوف هنا 8 ماينس 9، هل ينفع اخد من ال 8 9؟ ما ينفعش، ال 8 از ليس ذان ال 9. يبقى ال 6 ناخد منها 1
تبقى 5 وال1 دوت دي للايه؟ لل8 تبقى كام؟ تبقى 18. 18 ماينس 9 تيجي ازاي؟ اكاونت بعد ال9 لحد ما اوصل لل18. بعد ال9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. بص على ايدك هتلاقي نفسك عملت كاونتنج ل 9 فينجرز، يبقى انا عندي هنا ايه؟ 9. وبعد كده اخر حاجه ال5 ماينس ال4 يديني ايه؟ يديني 1. تعالوا ناخد مع بعضينا كمان واحد هنا. 3 ماينس 9 ينفع؟ ما ينفعش، لان ال3 لزان ال9. يبقى ناخد لل3 1 من البليس فاليو اللي جنبيه، ال1 دي اكني بضيف عليها 10 بالظبط. يبقى انا ال8 دي كده تتحول لايه؟ ل7، وال3 تبقى كام؟ تبقى 13. اوكي؟ 13 ماينس 9 يديني كام؟ بعد ال9 10 11 12 13. تبص على ايدك تلاقي نفسك عملت كاونتنج ل4 فينجرز، يبقى الفرق او الديفرنس ما بين ال13 وال9 از 4. طيب نيجي بعد كده 7، ما تجيش تقول لي 8، ال8 احنا خدنا منها 1 بقى 7. 7 ماينس ال5 يديني 2. بعد كده 4 ماينس ال6 تمام، ما ينفعش، يبقى لازم ناخد 1 من ال9 تبقى ايه؟ تبقى 8، وال4 تبقى كام؟ تبقى 14. ال1 بيبقى يجي جنبها كده 14 ماينس ال6 بعد ال6 7 8 9 10 11 12 13 14. بص على ايدك هتلاقيهم 8 فينجرز، يبقى نحط هنا 8. بعد كده ال8 ماينس ال5، ال8 لما اخد منها 5 يديني كام؟ يديني 3. بعد كده 3 ماينس ال8 ينفع؟ ما ينفعش، ناخد 1 من هنا، ال1 لما اخد منه 1 يديني 0، وال3 تبقى 13. ممكن احط ال1 جنبها او اكتبها فوق كده. طيب 13 ماينس ال8 يديني كام؟ بعد ال8 9 10 11 12 13 يبقى 5. طب نيجي نشوف بعد كده ال0 ماينس 3، ينفع اقول 0 ماينس 3؟ ده 0 ده ولا حاجه، هاخد منه 3 ازاي؟ ما ينفعش، يبقى ناخد ال0 1 من جنبه من هنا، يبقى ال8 تبقى 7، ونزل 1 هنا جنب ال0 تبقى 10. يبقى 10 ماينس 3 يديني 7، واخر حاجه 7 ماينس ال6 يديني ايه؟ يديني 1. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 4. بيقول لي find the result، يعني هات الناتج، then use the calculator to check your answer، وبعد كده استعمل الكالكوليتر وشوف انت حليت صح ولا ايه ولا غلط. طيب نبدا مع بعضينا اول بروبلم. بيقول لي هنا مديني نمبر ومديني نمبر، وهنا في ايه؟ في علامه بلس. تاخد بالك جدا من الاوبريشن اللي هو عايزها، عايز بلس ولا ماينس. طيب هو هنا عايز بلس، نعمل اديشن. طب بعمل اديشن ازاي؟ بعمل اديشن من الرايت، باجي عند اليونتس وابدا بيها. هنا عندي 1 وعندي هنا 4، 1 بلس 4 از 5، 2 بلس 3 يديني 5، 4 بلس 2 يديني 6، 5 بلس 0 تمام يديني 5، 8 بلس 1 9، 7 بلس 2 9، وال 3 هنا اكن 0، يبقى 3 بلس 0 ايكوال كام؟ ايكوال 3. نيجي اللي بعديها، هنا عايز نعمل ايه؟ سبتراكشن. طيب 2 ماينس 1، ال 2 لما اخد منها 1 يديني ايه؟ يديني 1. ال 6 ماينس 0، ال 6 لما اخد منها 0، ال 0 يعني ما خدتش حاجه، تفضل زي ما هي. طيب 4 ماينس 2، ال 4 لما اخد منها 2 يديني 2. 5 ماينس 5، ال 5 هاخدها كلها يبقى ايه؟ يبقى 0. طيب 9 ماينس 3، ال 9 لما اخد منها 3 يبقى كام؟ يبقى 6. وال 8 لما اخد منها 6 يبقى كام؟ يبقى 2. طيب ال C وال D اعملوا لهم هوم ورك. طيب نيجي ناخد E، ابص بعيني علامه اديشن. طيب 2 بلس 7
ال 2 بلس ال 7 بعد ال 7 8 و 9 يبقى يديني 9. 1 بلس 8 يديني 9. 3 بلس 2 5. 6 بلس 1 7. 5 بلس 4 بعد ال 5 عد 4. 6 7 8 9 يبقى 9. 2 بلس 3 يديني 5. 1 بلس 8 يديني 9. نيجي بعد كده هنا هعمل ماينس 2 ماينس 0. ال 2 لما اخد منها 0 ما خدتش منها حاجه، تفضل زي ما هي. طيب 1 ماينس 1 يديني 0 لان ال 1 انا خدته. 9 ماينس ال 8، ال 9 لما اخد منها 8 يبقى كام؟ يبقى 1. ال 6 لما اخد منها 5 يبقى كام؟ يبقى فعلا 1. ال 5 لما اخد منها 4 يبقى برضه 1. 2 ماينس 1 يديني 1. 2 ماينس 1 يديني ايه؟ يديني 1. الجي والاتش نعملهم ايه؟ نعملهم هوم ورك. طيب تعالى ناخد الاي والجي. هنا هعمل بلس 3 بلس 4 يديني 7. 4 بلس 0 يديني 4. 5 بلس 5 يديني 10. نكتب ال 10؟ لا ما ينفعش اكتب ال 10 كلها في بليس ايه؟ في بليس واحد. يبقى نكتب اليونتس بتاعت ال 10 اللي هي الزيرو. ونكاري اب 1 على البليس اللي ايه؟ اللي بعده. يبقى انا عندي هنا 1 بلس 2 ال 3، 3 بلس 8 بعد ال 8 نكاونت 3. بعد ال 8 9 10 11. يبقى نحط 1 ونكاري اب انذر 1. 1 بلس 6 ال 7، 7 بلس 7 مظبوط 14. هنحط 4 ونكاري اب ايه؟ 1. 1 بلس 1 is 2، 2 بلس 4 is A is 6. جميل. تعال ناخد مع بعضينا البروبلم جي. هنا هعمل ماينس، هعمل سبتراكشن. طيب نيجي نبدأ باليونتس 6 ماينس 9. هنا تلاحظ ان ال 6 is smaller than ال 9. ال 6 عندك أقل من ال 9. ما ينفعش ناخد 9 من ال 6. طب هعمل إيه؟ هاجي على البليس اللي جنب ال 6 اللي هو التنس اخد منه 1. لما اخد من الفايف 1 تبقى ايه؟ تبقى 4. ال 1 لما يجي يروح للبليس اللي على الرايب بتاعه يروح ب 10، يعني ال 1 ده اكنه 10 بالنسبه للايه؟ لليونتس، ده التنس. يبقى ال 1 منه ب 10. طب ال 10 لما تروح نضيفها على ال 6 تبقى كام؟ تبقى 16، لان ال 6 ديت خدت 1 من التنس. ال 1 من التنس ب 10 يتضاف عليها يبقى 16. طيب يبقى هنا 16 ماينس 9 ينفع المره دي. طب اعمل ازاي 16 على ايديا؟ مش هعرف. يبقى في الحاله دي بنحط النمبر الصغير ان اور مايند في مخنا، وبعد كده اكاونت تيل ال 16، اعد لحد ما اوصل لل 16. نعد على ايدينا، يعني انت اقفل كده ايديك الاثنين ونعد. بعد ال 9 10 نفتح صباع، بعد ال 10 11 نفتح صباع ثاني، 12 13 14 15 16. بص على ايدك هتلاقي نفسك ان انت فتحت 7 fingers. يبقى 16 minus 9 is a is 7. طيب 4 minus 3 يديني 1. 8 minus 7 يديني 1. 3 minus 8 ينفع؟ ما ينفعش لان 3 is smaller than 8. نعمل ايه؟ ناخد 1 من الايه؟ من البليس اللي على الليفت. يبقى ال 1 لما اخده من هنا كده اهو يديني 1. ال 2 تبقى 1، وال 1 لما يتضاف على ال 3 تبقى 13. طب 13 ماينس ال 8 نعمل ايه؟ نعد من بعد ال 8 لحد ما نوصل لل 13. نعد على ايدينا، بعد ال 8 9 10 11 12 13. وانت بتعد بتفتح ايه؟ بتفتح صوابعك او بتشاور على صوابعك عشان تعرف انت عديت ايه؟ كام صباع معاك. يبقى بعد ال 8 9 10 11 12 13 عدينا كام فينجر معايا؟ عدينا 5 فينجرز. يبقى انا عندي 13 ماينس ال 8 از 5. 1 ماينس 1 0. 4 ماينس 0 يديني 4. 7 ماينس ال 5، ال 7 لما اخد منها 5 يبقى ايه؟ يبقى 2. ال K وال L اعملهم هوم ورك. طيب نيجي بعد كده. بروبلم M علامة بلس. 6 بلس 8 نزود على ال 8 6، يبقى بعد ال 8 9 10 11 12 13 14. بزود كده 6 فينجرز على الايه؟ نوصل لكام؟ لل 14. هنحط 4 ونكاري اب ايه؟ 1. 1 بلس 7 8، 8 بلس 3 11.
هنحط 1 ونكاري اب ايه ونكاري اب 1. 1 بلس 8 9، 9 بلس 5 عد بعد ال 9 5 فينجرز، يبقى بعد ال 9 10 11 12 13 14. يبقى نحط 4 وهنكاري اب 1. 1 بلس ال 8 يديني 9، 9 بلس 4 بعد ال 9 10 11 12 13. يبقى هنحط 3 وهنكاري اب 1. 1 بلس 5 is 6، 6 بلس 3 9، وال 6 بلس 7 عد بعد ال 7 6 فينجرز، يبقى بعد ال 7 8 9 10 11 12 13. يبقى هنحط 3 وهنكاري اب 1. 1 بلس 6 is a is 7. بروبلم ان برضك عمليه اديشن، 3 بلس 5 8، 1 بلس 1 2، 0 بلس 8 يديني 8، 2 بلس 9 11، نحط 1 ونكاري اب 1. 1 بلس 5 6، 6 بلس 3 9، 7 بلس 4 11، هنحط 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 8 is 9. نيجي اللي بعد كده سبتراكشن، 3 ماينس 5، ينفع ال 3 ناخد منها 5؟ ما ينفعش، يبقى نعمل بورو. البليس اللي جنب ال 3 تنس، يبقى اخد منها 1 من ال 9 تبقى كام؟ تبقى 8. ال1 ده لما يروح لليونتس هو اصلا خارج ب10، يبقى يروح ب10، نزود ال10 على ال3 تبقى 13، او نحط ال1 جنبه كده. طيب 13 ماينس ال5 اعمل ايه؟ ال13 مش هينفع احطهم على ايدي عشان اخد منهم ال5، يبقى نحط الرقم الصغير في مخنا وعد لحد ما اوصل لل13، عد على صوابعي. يبقى انا عندي ال5 في دماغي، بعد ال5 عد بقى على صوابعنا 6 7 8 9 10 11 12 13. بص على ايدك هتلاقي نفسك عديت 8 فينجرز، يبقى 13 ماينس ال5 از ايه؟ از 8. 8 ماينس ال8 يديني 0. 1 ماينس 4 ينفع ال1 اخد منه 4؟ ما ينفعش. دايما في مسائل السبتراكشن تاخد بالك جدا وانت بتعمل السبتراكشن ان لازم الرقم الاولاني يكون كبير. يبقى هنا ال1 مش هينفع اخد منه ال4، يبقى نيجي على ال8 ناخد منها 1 تبقى كام؟ تبقى 7، وال1 يروح مع ال1 يبقى كام؟ يبقى 11. 11 ماينس ال4 بعد ال4 5 6 7 8 9 10 11 يبقى 7. 7 ماينس ال9 ينفع؟ ما ينفعش، يبقى اضطر اخد 1 من اللي جنبه، الزيرو ما عندوش والزيرو اللي جنبه ما عندوش، فال1 هيجي لي منين؟ من ال7 تتحول تبقى كام؟ تبقى 6. طيب ال1 يروح للزيرو ده يبقى كام؟ يبقى 10. طب الزيرو ده هياخد من ال10 1، يبقى ال10 تتحول ل9 والزيرو يتحول ل10. طب ال7 عايزه من ال10 1 تتحول ل9 وتاخد ال7 تاخد ال1 تبقى كام؟ تبقى 17. 17 ماينس 9 نعمل ايه؟ نعد من بعد ال9 لحد اما نوصل لل17. يبقى بعد ال9 ايه؟ عد على صوابعنا بقى، بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 16 17. بص على ايدك هتلاقي نفسك عديت 8 فينجرز، يبقى عندي 17 ماينس ال 9 is 8، وبعد كده 9 ماينس 1 يديني 8، 9 ماينس ال 8 يديني 1، وال 6 ايه؟ وال 6 تنزل. نيجي اللي بعد كده، لما تيجي تبص مديك 3 نمبرز، 3 لارج نمبرز عايزين نعملهم بلس، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، هاجي على اليونتس برضو، بدل ما كنت هحط 2 على بعض هحط 3 على بعض. 3 بلس 7 10، 10 بلس 9 يديني 19، يبقى احط ال 9 وهنكاري اب ايه؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3، 3 بلس 2 5، 5 بلس 6 11، حط 1 وهنكاري اب 1. 1 بلس 7 8، 8 بلس 1 9، 9 بلس ال 8 نعد من بعد ال 9 8، يبقى بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 16 17. يبقى نحط هنا 7 ونكاري اب مين؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 1 is 2، 2 بلس 2 is 4. بعد كده 4 بلس 1 is 5، 5 بلس 5 10، هنحط 0 ونكاري اب ايه؟ 1. 1 بلس 5 is 6، يبقى 6 بلس 6 12، 12 بلس 2 14، 4 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3، 3 بلس 3 يديني 6، بلس 1 يديني 7. نيجي للبروبلم كيو، البروبلم كيو والبروبلم ار مهمين عشان هنتعلم فيهم فكره جديده. طيب 0 ماينس 9 ينفع؟ ما ينفعش، يبقى لازم ابوره من الايه؟ من البليس اللي جنبي، استلف 1 من الايه؟ من اللي جنبي.
طيب لما نيجي نبص هنا للتنس ما عندهاش، طب نيجي نبص للون هنا، ده اللي اقدر اخد منه. يبقى لما اخد 1 من هنا يتحول لايه؟ يتحول لزيرو. طب ال1 ده راح فين؟ راح هنا ب10. طب الزيرو ده عايز من ال10 1، يبقى ال10 تتحول ل9 والزيرو ده يتحول لايه؟ ل10. طيب 10 ماينس 9 يديني 1، 9 ماينس ال8 يديني 1، 0 ماينس 0 يديني 0. طب نيجي نبص هنا 0 ماينس 7 ما ينفعش، الزيرو اصغر من ال7، ما ينفعش اخد من الزيرو 7، وبالتالي لازم اعمل بوروينج، لازم استلف 1 من اللي جنبي عشان الزيرو ده يكبر. طب نيجي نبص هنا ما عندوش، نيجي نبص هنا ما عندوش، يبقى هناخد من مين؟ هناخد من ال9. يبقى ال9 تتحول لايه؟ ال9 تتحول ل8. طب الزيرو ده خد 10، طب ده هياخد منه يبقى يحوله 9 ويبقى ده 10. طب ده عايز من ده 1 يتحول ل9 وده يبقى ايه؟ ويبقى 10. تلاحظوا ايه بقى؟ تلاحظوا لو عندي زيروز كتيره اول واحد فيهم على الرايت بيبقى 10، واللي في النص بيبقوا 9، واللي في الاخر اللي خدته منه 1 بقلله ايه؟ بقلله نمبر. 10 ماينس 7 يديني 3، 9 ماينس ال8 يديني 1، 9 ماينس الزيرو، ال9 لما اخد منها زيرو ما اخدش منها حاجه تفضل زي ما هي، وال8 ماينس ال8 يديني 0، والزيرو على الليفت ايه؟ ما نكتبوش. طيب نيجي نشوف المساله دي، المساله دي مهمه عايزكم تركزوا معايا فيها. لما يكون عندي زيروز كتيره كده 0 ماينس ال9 طبعا مش هينفع، الزيرو ده محتاج 1، هياخده منين؟ هياخده من الديجيت ده. هيحصل ايه عشان يوصل له ال1 ده؟ كل واحده من دول هتبقى 10 وتتحول ل9، تبقى 10 وتتحول ل9 لان اللي جنبها عمال ياخد منها. يبقى انا ال8 دي على طول تعملها لي 7 تقللها 1، واول واحد يبقى ايه؟ يبقى 10، واللي في النص دول كلهم يبقوا ايه؟ يبقوا 9. يبقى انت لما يجي لك مساله زي كده نمبر كله زيروز ما عدا الليفت بتاعه فيه نمبر، وعايز تعمل له وعايز تاخد منه حاجه تانية هيحصل منه سبتراكشن، تعمل ايه؟ اول واحد ده تخليه 10، واللي في النص كلهم تخليهم 9، واللي في الاخر خالص تنقص منه ايه؟ تنقص منه 1. طيب 10 ماينس 9 يديني 1، 9 ماينس 7 2، 9 ماينس 6 3، 9 ماينس 4 5، 9 ماينس 1 8، 9 ماينس 5 4، و7 ماينس 3 از ايه؟ از 4. اكسرسايز 2 بيقول لي كالكوليت زين يوز ذا كالكوليتر تو تشيك يور انسر. زي ما اتدربنا على الفيرتيكال ميثود هنتدرب مع بعضينا ازاي نحل بالهوريزونتال ميثود. بروبلم ايه؟ بيديني نمبر بلس نمبر تاني، هعمل ايه؟ هعمل بلس. بنعمل بلس، بنعمل بلس من اليونتس من الرايت من الموست رايت، اول ديجيت عندي على الرايت. طيب انا عندي هنا ال4، مين اللي قدامها هنا؟ ال5، يبقى 5 بلس 4 يديني كام؟ يديني 9. ما تكتبيش ال9 بقى هنا، لا هنكتبها في البعيد، يبقى يديني ايه؟ 9. طيب 8 بلس 1 يديني 9، 6 بلس 2 يديني 8، 4 بلس 7 نحط على ال7 4، بعد ال7 8 9 10 11، يبقى هنحط 1 وهنكاري اب مين؟ هنكاري اب 1. عايز تحطه هنا ممكن، عايز تحطه هنا ممكن، براحتك خالص. نحط ال1 هنا كده اهو. اوكي؟ طيب نيجي هنا 1 بلس 0 يديني 1، بلس 4 يديني 5. وبعد كده 2 بلس 8 يديني 10، وطالما هي اخر حاجه يبقى اكتب ال10 على طول. نيجي بروبلم بي، نبص نلاقي ايه؟ نلاقي ده سبتراكشن. سبتراكشن لازم ده ابدا بيه الاول. ده اكنه اللي فوق بالظبط في الايه؟ في الفيرتيكال. طيب هنا عندي زيرو، اتفقنا بنعمل ايه في الزيرو؟ لما يكون في زيروز ورا بعض اخلي اول واحد 10 واللي بعديه 9، والنمبر اللي هعمل منه بوروينج هينزل ايه؟ هيقل 1، يبقى ده ايه؟ يبقى 0. طيب 10 ماينس 3 يديني 7، 9 ماينس 0 يديني 9 لان 9 ما قلتش، 7 ماينس 2 كل بليس مع البليس اللي زيه، يعني ده الهندردز يبقى ماينس الهندردز، 7 ماينس 2 يديني 5. نيجي بعد كده نشوف هنا 7 ماينس 1
يديني 6. 4 ماينس 3 يديني 1. 6 ماينس 5 يديني 1. و 9 ماينس 7 يديني 2. نيجي البروبلم اللي بعد كده، عملية اديشن. طيب 3 بلس ال 8 بعد ال 8 9 10 11، عملنا كاونتنج ل 3 افتر ال 8 وصلنا لحد ال 11، يبقى ال 8 بلس ال 3 يديني 11، يبقى نحط 1 ونكاري اب مين؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 4 5، 5 بلس 6 11، يبقى نحط 1 ونكاري اب انذر 1. 1 بلس 6 is 7، 7 بلس 7 14، حط 4 ونكاري اب مين؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 7 8، 8 بلس 9 17، حط 7 ونكاري اب 1. 1 بلس 4 5، 5 و 4 9. بعد كده 5 بلس ال 8، نعد 5 بعد ال 8 9 10 11 12 13، يبقى هنحط 3 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 3 يديني 4. المسألة اللي بعد كده، هنا هنعمل subtraction. طيب 7 ماينس 2 يديني ايه؟ يديني 5. 5 ماينس 1 ينفع؟ اه ينفع عشان ده greater، يديني 4. 6 ماينس 4 ال 6 اشيل منها 4 يديني 2. 4 ماينس ال 6 ادي ال 4 ماينس ال 6 ينفع؟ ما ينفعش عشان ال 4 smaller than ال 6. خد بالك ببدا من هنا ماينس ده، ما تجيش تقول لي 6 ماينس 4 غلط، لا 4 ماينس ال 6. طب اعمل ايه؟ هنبرو 1 من الزيرو ده ما عندوش، يبقى ناخد من 9، ال 9 تتحول ل 8 والزيرو يبقى 10، وال 10 ناخد منها 1 لل 4 تتحول ال 10 9 وال 4 تبقى كام؟ 14. طيب يبقى 14 ماينس ال 6 نعمل ايه؟ نحط ال 6 in our mind ونعد لحد ما نوصل لل 14، نعد على صوابعنا. بعد ال 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بص على ايدك هتلاقي نفسك عديت 8 fingers، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 8. بعد كده 9 ماينس 4، 9 ماينس 4 يديني 5. بعد كده 8 ماينس 3 يديني 5. اخر حاجه 6 ماينس 6 يديني 0، ودايما الزيرو عود نفسك لما يكون على الليفت ما تكتبهوش. بروبلم اي علامه بلس، لازم اركز في الاوبريشن. 7 بلس ال 5 يديني 12، حط 2 ونكاري اب 1. طيب 0 بلس 0 0 ومعنا 1 يديني 1. بلس 3 يديني 4. 8 بلس 4 12، حط 2 ونكاري اب 1. 1 بلس 7 8. 8 بلس 0 يديني 8. وبعد كده 2 بلس 2 يديني 4. 5 بلس 9، عد بعد ال 9 5 10 11 12 13 14، يبقى 14. نيجي نبص هنا عملية subtraction. 8 ماينس 2 ال 8 شيل منها 2 يديني 6. ال 5 شيل منها 9 ما ينفعش، يبقى هناخد 1 من ال 4، ال 4 تتحول 3 وال 5 تبقى 15. 15 ماينس ال 9، نعد من بعد ال 9 لحد ما نوصل لل 15، بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 6، يبقى عندنا 6 fingers. انا بحسب كده الفرق ما بينهم، بحسب الديفرنس. طيب 3 هنا 3 بقى ماينس 7 ينفع؟ ما ينفعش، لازم اخد لها 1 من جنبها. نيجي للزيرو ما عندوش، يبقى هضطر اخد من 2، يبقى 2 تتحول لمين؟ ل 1، والزيرو يتحول ل 10، اخد منه 1 لل 3 يتحول ل 9، وال 3 تبقى كام؟ تبقى 13. 13 ماينس 7 بعد ال 7 8 9 10 11 12 13، بص على ايدك عندنا 6 fingers. بعد كده 9 ماينس 1 يديني كام؟ يديني 8. 1 ماينس 5 ينفع؟ ما ينفعش، لازم اخد ال 1 ده 1 من جنبه ب 10،
يبقى ال 3 تتحول لكام؟ ال 3 تبقى 2، وال 1 دي تبقى كام؟ تبقى 11. 11 ماينس ال 5 يديني 6. 2 ماينس 3 ينفع؟ ما ينفعش برضه، لازم اخد من جنبها، اخد من ال 7 1 تتحول ال 7 ل 6. وال 2 تبقى كام؟ ال 2 تبقى 12 ماينس 3، نعد من بعد ال 3 لحد نوصل لل 12. 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هتلاقي نفسك عديت 9 فينجرز. وبعد كده 6 مفيش قدامها حاجه تنزل، وال 1 ايه؟ وال 1 ينزل. بروبلم جي برضه سبتراكشن، اتفقنا لما يكون عندك زيروس كتير نعمل ايه؟ نخلي اول واحد ب 10 واللي بعديهم كلهم 9، وده اللي خدنا منه ال 1 ايه؟ يقل عندي يبقى 1. طيب 10 ماينس 5 يديني 5، 9 ماينس 7 2، 9 ماينس 7 2، 1 ماينس 1 0، 1 ماينس 1 انذر 0، 3 ماينس 2 يديني 1، و 9 ماينس 9 يديني ايه؟ يديني 0. ما نكتب طبعا الزيرو على الليفت، عود نفسك ما تكتبوش. نيجي اللي بعد كده، عملية سبتراكشن برضك في زيروز عندك، 0 ماينس 6 ينفع ما ينفعش، اخد 1 من هنا ما الاقيش، اخد 1 من هنا ما الاقيش، هاخد من ال 7، ال 7 تتحول لكام؟ ل 6. طب ده يبقى 10، وال 10 هيدي لده 1 يتحول ل 9 ويبقى ده 10، وال 10 يدي لده 1 يتحول ل 9 ويبقى ده ايه؟ ويبقى ده 10. يبقى زي ما عودتك لما تلاقي زيروز كتيره كده، اول واحد على الرايت تخليه 10، واللي في النص تخليهم ايه؟ تخليهم 9. يبقى هنا 10 ماينس 6 يديني 4، 9 ماينس 0 9، 9 ماينس 3 يديني 6، 6 ماينس 5 1، 8 ماينس 1 يديني 7، 8 ماينس 1 يديني 7، و 9 ماينس 7 يديني ايه؟ يديني 2. نيجي اللي بعد كده، مديني هنا نمبر وبيقول لي بلس 300,000. اتفقنا لما يكون في عندي بلورال للبليس فاليو دي معناها تايمز، يعني 300 تايمز 1000، يعني كده 300 تايمز الايه؟ ال 1000 اللي هتديني كام؟ 300,000. اوكي، يبقى المساله دي عباره عن ايه؟ يبقى المساله دي اكنها نكتبها تاني بالظبط كده، بلس 9 بلس 0 يديني 9، 3 بلس 0 يديني 3، 2 بلس 0 يديني 2، 6 بلس 0 يديني 6، 4 بلس 0 يديني 4، 2 بلس 3 يديني 5، وعندي 3 ايه؟ وال 3 تنزل. هنا مديني نمبر ماينس 5 مليونز، ال 5 مليونز مكتوبه مترجمه، يبقى انا عندي هنا اكنها 7 2 7 9 3 2 4 ماينس ال 5 مليون ايكوال. هنا 4 ماينس 0 يديني 4، 2 ماينس 0 ب 2، 3 ماينس 0 ب 3، 9 ماينس 0 9، 7 ماينس 0 7، 2 ماينس 0 2، و7 ماينس ال5 يديني ايه؟ يديني 2. المساله اللي بعد كده 2 مليونز 984,362 بلس 6 مليونز، يبقى ال6 وايه؟ 6 مليون زي اللي هت ايكوال كام؟ 2 بلس 0 يديني 2، 6 بلس 0 6، 3 بلس 0 3، 4 بلس 0 4، 8 بلس 0 8، 9 بلس 0 ايه؟ 9. وهنا 2 بلس ال6 يديني ايه؟ يديني ال8. نيجي اللي بعد كده، هنا النمبر ده ماينس 90,000 يعني تايم 1000، يبقى عندي هيبقى اكن 90 تايم 1000 يديني كام؟ 90 تايمز 1000 يديني كام؟ نحط الزيروز كلها يبقى يديني 90,000. يبقى دي اكنها كده فور ماينس زيرو يديني فور، تو ماينس زيرو يديني تو، زيرو ماينس زيرو يديني زيرو، سيفن ماينس زيرو يديني سيفن،
6 ماينس 9 ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لازم اخد 1 من الفور، الفور تتحول لثري والسكس تبقى 16. 16 ماينس 9، يلا نعد من اول الناين لحد ما نوصل لل 16. بعد الناين 10 11 12 13 14 15 16. بص على ايدك عديت كام فينجر بالظبط؟ 7 فينجرز. يبقى 16 ماينس 9 يديني 7، وعندي هنا الفور خدنا منها بقت 3، يبقى 3 ايه؟ يبقى 3 تنسل. نيجي اللي بعد كده، عندي هنا 3 نمبرز مع بعض، ايه المشكلة؟ ناخد اليونتس مع اليونتس مع اليونتس، 9 بلس 9 نعملهم بلس مع بعض يديني 18، 18 بلس 3 بعد ال 18 19، 20 21. يبقى هنكتب ال 21 نكتب ال 1 وهنكاري اب 2. يلا 2 بلس 4 ايكوال 6، 6 بلس 9 15، 15 بلس 6 برضه 21. يبقى نحط ال 1 ونكاري اب ايه؟ انذر 2. 2 بلس 6 يديني 8، 8 بلس 5 بعد ال 8 9 10 11 12 13. يبقى 13، 13 بلس 7 بعد ال 13 حط على ايدك 7 وعدهم 14 15 16 17 18 19 20. 20 يبقى هنحط الزيرو ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 2. 2 بلس 9 11، 11 بلس 4 15، 15 بلس 4 19. يبقى نحط ال 9 ونكاري اب مين؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 7 8، 8 بلس 3 11، 11 بلس 9 20. يبقى نحط 0 ونكاري اب ايه؟ 2. هنا 2 بلس 9 11، 11 بلس 1 12. هنا في حاجه؟ مفيش. نحط 2 ونكاري اب مين؟ نكاري اب 1. يبقى 1 بلس ال 8 يديني ال 9. لازم نتعود على الفيرتيكال والهوريزونتال. انت بتحب تشتغل بالفيرتيكال مفيش مشكله، لكن لازم برضو نعرف ازاي نشتغل هوريزونتال. بروبلم ان مديني لارج نمبرز وعامل لي الاثنين دول بتوين براكتس، وهنا في بلس وهنا في بلس. دايما في الماثيماتكس لما تلاقي نمبرز او تلاقي اوبريشن بلس او ماينس عليها براكت لازم اعمل دي الاول. البراكتس معناه جروبنج، يعني تجميع، يعني جمع لي الحته دي الاول. طيب نعمل دول الاثنين بلس مع بعضيهم، 7 بلس 6 ايكوال 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 0 از 1 بلس 5 يديني 6، وبعد كده 9 بلس 2 11 حط 1 ونكاري اب 1، 1 بلس 7 از 8، 8 بلس 4 يديني 12، 2 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 از 2، 2 بلس 1 از 3، 2 بلس ال 8 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 3 از 4 بلس 4 از 8. بعد ما نعمل جروبنج بتشيل البراكتس، يعني ما تجيش تحط لي ده between brackets، وبعد كده نكتب بلس النمبر الايه التاني 5,152,917. طيب 3 بلس 7 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 6 is 7، 7 بلس 1 is 8، 1 بلس 9 10، 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 ال 3، 3 بلس 2 يديني 5، 3 بلس 5 يديني 8، 0 بلس 1 يديني 1، وعندي هنا 8 و 5 يديني 13. المسألة دي زي المسألة دي، هنعمل للاتنين دول جروبنج، ولكن بعد كده هعمل منهم ماينس الايه النمبر ده. طب يلا نضم الاتنين دول مع بعض، 5 بلس ال 8 نعد بعض ال 8 5، بعد ال 8 9 10 11 12 13. يبقى عندي 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 7 از 8، 8 بلس 3 بعد ال 8 9 10 11 يبقى نحط 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 0 1 بلس 1 يبقى 2، بعد كده 0 بلس 9 9، 8 بلس 0 8، 2 بلس 9 11 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 3 is 4 بلس 5 is 9.
والبراكتس ما اكتبهاش. طالما خلاص عملنا الاوبريشن او الحاجه اللي جوه البراكت ما اكتبش البراكت. وبعد كده اقول ماينس 7,657,249 ايكوال. نيجي نعمل سبتراكشن 3 ماينس 9، ينفع؟ ما ينفعش طبعا، عشان ال 3 لسه ال 9. يبقى هنبرو 1 من ال 1 اللي جنبه، يبقى ال 1 ده يتحول لايه؟ ل 0. وال 3 تبقى كام؟ تبقى 13. 13 ماينس 9، نعد من بعد ال 9 لحد ما نوصل لل 13. بعد ال 9 10 11 12 13، يبقى 4. طيب 0 ماينس ال 4 ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هناخد 1 من ال 2 تتحول ال 2 ل 1، وال 0 وال 0 يبقى 10. 10 ماينس ال 4 يديني 6. 1 ماينس 2 ينفع؟ ما ينفعش. ناخد 1 من اللي جنبه، ال 9 تتحول ل 8 وال 1 يبقى 11. 11 ماينس ال 2 يبقى 9. طيب 8 ماينس 7 يديني 1. 8 ماينس 5، ال 8 خد منها 5 يبقى لك 3. 1 ماينس 6 ينفع؟ ال 1 صغير، يبقى ناخد 1 من اللي جنبه، يبقى ال 9 تتحول ل 8 وال 1 يبقى 11. 11 ماينس ال 6 يديني 5. و 8 ماينس 7 يديني 1. نيجي البروبلم اللي بعد كده، هتلاقي عندك براكتس هنا وبراكتس هنا. يعني نعمل دول الاول ويطلع لي نمبر هنا، ونعمل دول الاول ويطلع لي نمبر هنا، والاثنين دول اعمل لهم ماينس. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعضينا. 7 بلس 3 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1. 1 بلس 4 از 5، بلس 5 انذر 10، 0 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 از 3، 3 بلس 7 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 از 3، بلس 7 يديني 10، 0 وهنكاري اب انذر 1. 1 بلس 1 از 2، 2 بلس 6 از 8. 5 بلس 0 يديني 5. و 4 بلس 5 يديني 9. كده يبقى خلصت مين؟ اول براكت. بعد كده ماينس. نيجي هنا بقى 5 ماينس ال 5، ليه ماينس؟ عشان في ماينس هنا اهو. 5 ماينس 5 0، 0 ماينس 0 0، 1 ماينس 1 0، 0 ماينس 9. 0 ماينس 9 ما ينفعش، هناخد 1 من اللي جنبه، وهنا برضك ما ينفعش. يبقى 2 تتحول ل 1، وال 0 ده زي ما اتفقنا يبقى 9، وال 0 ده يبقى 10. 10 ماينس 9 يديني 1. 9 ماينس ال 8 يديني 1. 1 ماينس 4 ما ينفعش، ناخد 1 من ال 8 يبقى 7، وال 1 يبقى جنب ال 1 ده يبقى 11. 11 ماينس 4، نعد بعد ال 4 لحد ما نوصل ال 11 على ايدينا، ونشوف عدينا كام فينجرز. بعد ال 4 5 6 7 8 9 10 11، بص على ايدك ليهم 7 فينجرز. وبعد كده 7 ماينس ال 3 يديني 4. يبقى بعد ما اخلص بقى الحاجات دي كلها، اعمل بقى الاثنين دول مع بعض. 0 ماينس 0 يديني 0. 0 ماينس 0 يديني 0. 0 ماينس 0 يديني 0. 0 ماينس 1 ما ينفعش، ال 8 تبقى 7 وال 0 ياخد ال 10. 10 ماينس 1 يديني 9. 7 ماينس 1 يديني 6. 5 ماينس 7 ما ينفعش، يبقى ال 9 تبقى 8 وال 5 تبقى 15. 15 ماينس 7، يلا نعد من اول ال 7 لحد ما نوصل لل 15. بعد ال 7 8 9 10 11 12 13 14 15، هنعد كام؟ عدينا 8، 8 فينجرز. وبعد كده ال 8 ماينس ال 4 اديني 4. نيجي لاكسرسايز 3. بيقول لي بوت كوركت for the correct statement and false for the incorrect one. وcorrect the incorrect answer. يعني اعمل صح او غلط، والاجابة الخطأ اعمل لها ايه؟ اعمل لها correction. لكنك هتشتغلهم من جديد. طيب يلا نعملهم مع بعضينا. هنا 0 minus 3 مش هينفع، يبقى ال 4 تبقى 3 وال 0 تبقى 10. 10 minus 3 is 7. 3 ماينس 0 يديني 3. 7 ماينس 5 يديني 2. 1 ماينس 8 ما ينفعش، يبقى ده 7 وده 11.
11 minus 80 يديني 3. 7 minus 1 يديني 6. 0 minus 8 ما ينفعش يبقى ده 7 وده 10. 10 minus 8 يديني 2. و7 minus 2 يديني كام؟ يديني 5. لما نيجي نبص بعينيك تلاقي ان ده مختلف عن ده. لان ده هنا فينا في 30 هنا 63 وهنا 36. يبقى ده هنا ايه؟ يبقى ده كده فولس ستيتمنت، يبقى ده كده غلط. طب والكوركشن بتاعي فين؟ ده التصحيح بتاعي. اوكي اللي بعد كده مالناش دعوه بقى بالايه باللي هو عامله، لان هو بيقول لك ايه كوركت الانكوركت انسرز، يعني لازم هتعملها. 3 بلس 8 يديني 11 1 وهنكاري اب 1. 1 بلس 4 5 5 بلس 8 يديني 13 3 وهنكاري اب 1. 1 بلس 3 is 4 4 بلس 7 11 1 وهنكاري اب 1. 1 بلس 4 is 5 5 و 7 يديني 12 هيبقى هنحط 2 وهنكاري اب 1. 1 بلس 6 is 7 7 بلس 5 12 هيبقى 2 وهنكاري اب 1. 1 بلس 5 is 6 و 6 12 هيبقى 2 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3 بلس 1 is 4. نبص بعينينا نلاقي ان هنا فيهم مكتوب 1 وانا مطلعها ايه؟ واحنا مطلعينها 2. يبقى هو كاتبها لي غلط، يبقى دي ايه؟ فولس ستيتمنت. وطب فين الصح؟ هو ده الصح بتاعي. طب نيجي هنا النمبر ده ماينس 100,000. 100,000 اللي هو ايه؟ اللي هو كيدز 100,000. طب يلا نعمل ده ماينس 100,000. 7 ماينس 0 7. 6 ماينس 0 6. 4 ماينس 0 4. 9 minus 0 9. 4 minus 0 4. 5 minus 1 يديني 4. تعال نبص هنا ونبص هنا، ده طبعا مختلف عن ده، يبقى دي برضك ايه فولس ستيتمنت والكوركشن بتاعي هو ده. نيجي اللي بعد كده 1 minus 4 ينفع؟ ما ينفعش، ناخد 1 من اللي جنبه يبقى ال 4 3 وال 1 11. 11 minus 4 يديني، نعد من بعد ال 4 لحد ما نوصل لل 11. بعد ال 4 5 6 7 8 9 10 11. بص على ايدك هتلاقي نفسك عديت 7 فينجرز، يبقى عندي 7. 3 minus 1 يديني 2. 7 minus 8 ينفع؟ ما ينفعش، ناخد 1 من اللي جنبه يبقى ال 8 عندي تبقى 7 وال 7 تبقى 17. 17 minus 8 يلا نعد من اول ال 8 لحد ما نوصل لل 17، اكني كده بعمل ماينس بالظبط. يبقى بعد ال 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. بص على ايدك هتلاقي نفسك عديت 9 فينجرز، يبقى انا عندي هنا ايه 9. طيب نيجي هنا 7 minus 7 يديني 0. 1 minus 8 minus 6 ينفع؟ ما ينفعش، يبقى ناخد من ده 1 يديني 0 وده يبقى 11. طب 11 minus 6 يديني 5. طيب هنا الزيرو ده اخد 1 من ال 3 تبقى 2 والزيرو يبقى 10. 10 ماينس 5 يديني 5 و2 ماينس 2 يديني 0، ما نكتبوش عشان هو ايه على الليفت. تعال نبص للنمبر ده والنمبر ده الاثنين زي بعض، يبقى ده كده ايه كوريكت. طب يلا نعمل اللي هنا بلس 8 بلس 8 يديني كام؟ 16 6 اند وي هاف 1. 1 بلس 9 از 10 بلس 0 يبقى 10، يبقى هنحط 0 وهنكاري اب 1. 1 بلس 6 is 7 7 و 4 11 هيبقى 1 وهنكاري اب 1. 1 بلس 1 is 2 2 بلس 6 8 5 بلس 5 10 0 وهنكاري اب 1. 1 بلس 3 is 4 4 و 7 11 1 وهنكاري اب 1. 1 بلس 4 is a is 5. بص بعينك خد بالك هما تحس انهم قريبين، ان انت عندك هنا 5,108,000 نفس الكلام، هنا 160 هنا 106، يبقى طبعا فولس ستيتمنت. نيجي نشوف اخر واحده معانا هنا برضه سبتراكشن. هنا 2 ماينس 4 ينفع؟ ما ينفعش، ناخد 1 من ال 2 ديت تبقى كام؟ تبقى 1 وال 2 تبقى 12. 12 ماينس ال 4 يديني 8. 1 ماينس 3 ينفع؟ ما ينفعش، هنبر من ال 3 1 تبقى 2 وال 1 تبقى 11. يبقى 11 ماينس 3
هيديني عد بعد 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بص على ايدك هتلاقيهم 8 fingers. بعد كده 2 minus 6 ما ينفعش ناخد 1 من ال 8 تبقى 7 وال 2 تبقى 12 minus 6 يديني 6 7 minus 5 يديني 2 0 minus 0 يديني 0 1 minus 1 يديني 0 6 minus 4 يديني 2 طبعا واضح ان هنا ايه هنا ده مختلف عن ده يبقى دي ايه يبقى دي wrong answer. Exercise 4 بيقول لي put less than or greater than. طيب هنا في عندي operation لازم اعملها الاول لان انا ما اقدرش اقارن ما بين ده وده يبقى لازم اعمل دول الاول. طيب نيجي نعمل مع بعضين 6 minus 5 يديني 1 0 minus 1 ما ينفعش يبقى ده يبقى 0 وال0 يبقى 10 10 minus 1 يديني 9 0 minus 3 ما ينفعش يبقى 3 تبقى 2 وال0 تبقى 10 10 minus 3 يديني 7 طيب عندي هنا 2 minus 1 يديني 1 8 minus 4 يديني 4 0 minus 7 ما ينفعش يبقى ده 7 وده 10 10 minus 7 يديني 3 وعندي 7 ايه وال7 تنس يبقى انا عندي هنا 7 مليون 341,791 نيجي نبص هنا زيها بالظبط يبقى الاثنين دول ايه الاثنين دول ايكوال. طيب نيجي اللي بعد كده 999,999 بلس ال1 احنا عارفين ان ده كان الجريتست 6 ديجيت نمبر ولما كنا بنقعد عليه 1 دخلنا في الدرس بتاع المليون يعني ده كده بيكوال 1 مليون يبقى الاثنين ايه قد بعض. طيب 1 مليون اند 1 ماينس ال1 يديني ايه يديني ال1 مليون. طب هنا 1 10 مليون يعني هنا 10 مليون يبقى مين الجريتر ال1 مليون ولا ال10 مليون؟ طبعا واضح ان ال10 مليون هو الايه الجريتر. طب نيجي هنا 50,000 يعني ايه يعني 50 thousands كده 2 بلس ال 8 نعملها هنا كده 2 بلس ال 8 يديني 10 0 اند وي هاف ايه وهنكاري اب 1 1 بلس 9 10 10 بلس 0 يبقى 0 وهنكاري اب 1 1 بلس 6 7 7 بلس 3 10 0 وهنكاري اب 1 1 بلس 5 6 بلس 4 10 0 وهنكاري اب 1 مفيش هنا بنحطه على هنا 1 بلس 4 از 5 يبقى ده واضح ان هي برضك 50 ايه 50,000 يبقى ده 50,000 وده 50,000 يبقى الاثنين ايه قد بعض. ممكن تعملوا الاي والاف از ايه از ا هوم ورك. طب وانا هساعدكم برضك في دي هنا بيقول لي الجريتست 7 ديجيت نمبر مين هو الجريتست 7 ديجيت اللي هو 9,999,999 اعملوا البلس ده شوفوا هيطلع كام واعملوا كومبارزون ما بين الايه ما بين النمبر ده دي برضو خليها ايه خليها هوم ورك. طيب هنا بيقول لي السمولست 7 ديجيت نمبر مين هو السمولست 7 ديجيت نمبر احنا خدناها اللي هو ال1 مليون يعني ده كده 1 مليون. طيب وهنا اعمل الاثنين دول ماينس وشوف هنا ايه العلاقه ما بينهم وما بين الايه ال1 مليون يبقى دي برضك هتخليهم هوم ورك يبقى الاربعه دول تعملهم هوم ورك. اكسرسايز 5 بيقول لي النمبر ده بلس ايه يديني النمبر ده انا عندي 2 نمبرز هحطهم على بعض هيديني ده لو واحد فيهم ميسنج اجيبه ازاي دايما الرقم الكبير جواه الاثنين دول يعني لو ده شلت منه الرقم ده يعني عملت له ماينس الرقم ده يديني ده تمام يبقى اي حاجه بتجيلك ميسنج لو مديك الريزلت لما ناخد منها ده يديني ده على طول يبقى المساله تتحول معانا لعمليه ماينس يعني نقول نحط ده في الاول كده 7,807,300 نشيل منها مين نشيل منها ده 3,256,712 يبقى لما تجي المساله دي على طول اقوم احولها لمساله سبتراكشن. طيب 0 minus 2 مش هينفع الزيرو ده يبقى 10 وده يبقى 9 وده يبقى ايه وده يبقى 2 10 minus 2 is 8 9 minus 1 8
2 minus 7 ما ينفعش ناخد 1 من 7 يبقى 6 و 2 تبقى 12 12 minus 7 بعد 7 8 9 10 11 12 عملنا counting ل 5 fingers يبقى هنا 5 بعد كده 6 minus 6 0 0 minus 5 ناخد من ال 8 1 تبقى 7 وال 0 تبقى 10 يبقى 10 minus 5 is 5 وبعد كده 7 minus 2 5 و7 minus 3 is 4 يبقى هو ده النمبر اللي انت بتدور عليه وبعد كده ترجع تكتبه فين ترجع تكتبه هنا 4,550,588. نيجي اللي بعد كده برضو نفس الكلام طالما في حاجتين هتعمل لهم بلس ومديك الريزلت لما تيجي تجيب اي حاجه ميسنج فيهم تاخد الريزلت تعمل لها ماينس اللي موجود يعني لو انت عايز تجيب ده يبقى ده ماينس ده لو انت عايز تجيب ده يبقى ده ماينس ده طيب تعالى نجيب ده نعمل ايه يبقى ده ماينس ده يبقى 10,869,183 minus 7,618,148 9 ايكو طيب 3 minus 9 ما ينفعش ناخد 1 من 8 تبقى 7 و 3 تبقى 13 13 minus 9 تبقى 4 7 minus 4 3 1 minus 1 0 9 minus 8 يديني 1 6 minus 1 يديني 5 8 minus 6 يديني 2 وعندي 0 minus 7 ما ينفعش ناخد ال 1 اللي هو يبقى ال 10 كلها minus 7 يديني ايه؟ يديني 3 يبقى هو ده الميسنج اللي بتدور عليه ونرجع نكتبه فين؟ نرجع نكتبه هنا 3,251,034 نيجي اللي بعديها بالنسبة للمسائل اللي فيها missing وبيتكون فيها minus احنا عارفين ان ده كبير يعني ده اصلا الكبير يعني ده minus ده يديني ده يعني الاتنين دول لما اعمل لهم بلس يديني مين يديني ده في مسائل الميسنج لو انت عندك ده وعايز تجيب ده تقول ده minus ده على طول ان الاثنين دول بيكونوا الكبير يبقى لما اخد اي حاجه من الكبير يديني الرقم الايه الثاني يبقى المساله دي نكتبها كده ماينس نكتب ده 5 مليون هتقف هنا اتفقنا لما يكون في مجموعه زيروز تخلي اول واحد 10 وبعد كده 9 9 وده نخليه ايه نخليه 5 10 ماينس 9 از 1 9 minus 8 is 1 9 minus 9 0 5 minus 2 يديني 3 5 minus 1 يديني 4 2 minus 3 ما ينفعش ناخد من ال 9 1 تبقى 8 و 2 تبقى 12 12 minus 3 يديني 9 و 9 minus 5 يديني ايه يديني 3 يبقى هو ده الميسنج اللي انت بتدور عليه 3 مليون 943,011 نيجي المسألة اللي بعديها نفس الكلام انت بتدور على الميسنج ده يبقى ده ماينس ده يديني ده على طول يبقى هنا 3,108,721 ماينس 2,857,101 1 ماينس 1 يديني 0 2 ماينس 0 يديني 2 7 minus 1 يديني 6 8 minus 7 يديني 1 0 minus 5 ما ينفعش ناخد 1 من هنا يبقى 0 وال 0 يبقى 10 10 minus 5 يديني 5 0 minus 8 ما ينفعش ناخد 1 من 3 تبقى 2 وال 0 يبقى 10 يبقى 10 minus 8 يديني 2 وعندي 2 minus 2 is A is 0 يبقى هو ده الميسنج نمبر اللي انا بدور عليه 251,620 نيجي المسألة اللي بعد كده خد بالك بقى دي بقى مهمة انت هنا ده ماينس ده يديك ده انت عارف دايما في الماينس والسبتراكشن ان اللي بيتحط في الاول بيبقى الكبير بيبقى اكبر حاجة ده معناه ايه ان الكبير ده لما خدنا منه ده اداني ده يعني الاتنين دول مع بعض لما عمل لهم بلس يديني مين يديني ده يبقى اي مساله سبتراكشن عندك اي مساله سبتراكشن لما تلاقي النمبر اللي في الاول هو اللي مش موجود عندك تعمل الاثنين دول على طول بلس
طب لو لقيت واحد من هنا هو اللي مش موجود، يبقى اعمل لده على طول ماينس لده. يبقى هنا هتتحول معايا المساله الكيدز، نكتبها تاني، بس اعمل بقى بلس مين؟ بلس لده. ناين بلس 3 12، هيبقى نكتب ال 2 وهنكاري اب 1. 1 بلس 9 10، بلس 0 10، 0 هنكاري اب 1. 1 بلس 1 از 2، 2 بلس 7 9. بعد كده 8 بلس 1 9، 0 بلس 2 اديني 2، 8 بلس 1 9، 4 بلس 3 يديني ايه؟ يديني 7. يبقى هو ده النمبر اللي انت بتدور عليه، ولازم يكون اكبر من الاثنين دول، لازم يكون greater than this number and this number. يبقى 7,929,902 اللي بعد كده. نفس الكلام تاخد الاثنين وتعملهم بلس. five plus five ten، zero هنكاري up one. one plus zero is one، plus five يديني six. three plus four يديني seven. eight plus seven fifteen، five وهنكاري up one. one plus one is two، two plus seven يديني nine. two plus nine يديني 11، one وهنكاري up one. one plus seven eight، eight plus six نعد بعد ال eight six. بعد ال 8 9 10 11 12 13 14، يبقى نكتب على طول الايه؟ ال 14. يبقى هو ده النمبر الميسنج، يبقى 14,195,760. نيجي نشوف اكسرسايز 6، بيقول لي ايه؟ فايند ذا نمبر ذات اف، بندور على نمبر ذات اف ايه؟ اف اتس سبتراكتد فروم 1 مليارد ذا ريزلت ويل بي كذا. خد بالك عشان تعرف مين اللي ميسنج. هو سبتراكتد فروم، سبتراكتد ايه؟ فروم. كلمه سبتراكتد فروم يعني هناخده من ال1 مليارد، يبقى ال1 مليارد هو اللي هيتكتب الاول. ادي ال1 مليارد سبتراكتد فروم ايت ايه؟ هناخد منه ايه؟ النمبر اللي احنا بندور عليه. ذا ريزلت ويل بي، كلمه ذا ريزلت ويل بي يعني النتيجه هتكون، النتيجة هتكون ايه؟ يبقى نكتب equal ونكتب النتيجة. تعال نبص كده تاني، احنا بندور على number that if subtracted from، اهو هشيله من ال 1 مليارد يديني مين؟ يديني ده. اتفقنا لما يجي لي حاجة missing في مسألة فيها minus وهو ده اللي missing، يبقى اعمل ده minus ده يديني ده برضه. يبقى نعمل المسألة من جديد، 1 مليارد ماينس مين النمبر ده. زيرو ماينس تو ما ينفعش، لازم اخد ايه؟ 1 من اللي جنبه. نلاقي ان كلهم زيروز ما عدا اخر واحد، يبقى ال 1 هيجي لي منين؟ هيجي لي من هنا. يبقى نشطب على ده كده ونخليه زيرو. طب قلنا نعمل ايه بقى في المجموعه دي كلها؟ كل الزيروز نخليها 9 ما عدا اول واحد نخليه 10، ودول كلهم نشطب عليهم كده، كل دول يبقوا 9. طيب 10 ماينس ال 2 يديني 8، 9 ماينس 1 يديني 8، 9 ماينس 3 يديني 6، 9 ماينس 9 يديني 0، 9 ماينس 0 يديني 9، 9 ماينس 2 يديني 7، 9 ماينس ال 8 يديني 1، 9 ماينس 5 يديني 4، 9 ماينس 7 يديني ايه؟ يديني 2. يبقى هو ده النمبر اللي احنا بتدور ايه عليه. يبقى نكتب كده the number is نكتب بقى الرقم ده. نيجي نشوف بعد كده بيقول لي ايه؟ find the number that if it's added to النمبر ده the result will be 10 million. it's added يعني ايه؟ يعني انا هنضيفه على ده، يعني ده كده موجود عندي اهو، وهنحط عليه النمبر اللي احنا بندور عليه.
الريزلت ويل بي يعني تكتب لي ايكوال، هي ايكوال كام؟ 10 مليون، ادي 10 مليون. اه اتفقنا في المسائل اللي زي دي لما يكون عندك الريزلت بتاعت الاديشن وعندك حاجه من اللي عامله الاديشن مفقوده، يبقى نعمل الكبير ماينس الايه؟ ماينس واحد منهم، اي واحد منهم. لو عايز ده اعمل ده ماينس ده، لو ده مش موجود اعمل ده ماينس ده. بنكتبها من جديد بس نخليها ماينس بقى. زيرو ماينس 9 ما ينفعش، احنا اتفقنا في المنظر ده بنعمل ايه؟ اول واحد ده ناخد منه ال 1 يتحول لزيرو. طب واول واحد يبقى 10 والباقي كله 9، تخلي دول كلهم 9 كده. تمام؟ 10 ماينس 9 يديني 1. 9 ماينس 5 يديني 4. 9 ماينس 1 يديني 8. 9 ماينس 2 7. 9 ماينس 1 8. 9 ماينس 8 يديني 1. و 9 ماينس 7 يديني 2. يبقى النمبر اللي انت بتدور عليه نكتب كده the number is $2,187,841. اللي بعد كده find the number if النمبر ده is subtracted from it، يعني النمبر اللي انا بدور عليه هناخد منه ده، يبقى لازم اكتبه في الاول. يبقى اللي انا بدور عليه لازم هو اللي هيكون في الاول، لاني بقول لك subtracted from it. subtracted يعني هننقص، بس هننقص ايه؟ from it، منه. المساله اللي فوق دي subtracted if it's subtracted from، هو اللي كنت هاخده، لكن هنا انا هاخد منه. يبقى ده minus النمبر ده الريزلت will be يعني equal. احنا قلنا في مسائل الماينس لو انت اللي مش موجود عندك اول واحد على طول تعمل للاثنين دول بلس، يجيب لك ده على طول. ثري بلس ناين يديني 12، هنكتب ال 2 وهنكاري اب 1. 1 بلس 1 از 2 بلس 9 11، هنكتب ال 1 ونكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3 بلس 9 12، هنكتب ال 2 ونكاري اب 1. 1 بلس 8 is 9 بلس 0 يديني 9، و 0 بلس 0 يديني 0، و 4 بلس 2 equal 6. 0 بلس 8 is 8. 7 بلس 1 is 8 و 2 تنزل. يبقى هو ده النمبر اللي بتدور عليه لازم نكتبه. نكتب كده نقول له the number is، انه بيقول لك find the number، نجاوبه the number is exercise 7 بيقول لي find the missing digits. الاكسرسايز ده من الاكسرسايز المهمة ولازم تهتم بيه وتحاول فيه، ما ينفعش تسيبه. طيب نبدأ كده مع بعضينا. أول بروبلم عندي زي ما أنت شايف مديني نمبر بلس نمبر تاني ومديني الريزلت. طب دي سهلة، أنا ممكن نعملها في الدرافت، نجيب النمبر الكبير ده ونعمل له ماينس ده يديني ده كله. لكن إحنا عايزين نفكر فيها كده، نفكر فيها من غير إيه؟ من غير ما نعمل ماينس في الدرافت. نفكر فيها إزاي؟ أنا عندي الإيت. الإيت المفروض إن أنا هعمل عليه بلس حاجة يديني 6، ينفع؟ ما ينفعش خالص. يبقى معنى كده ان دي مش 6، معنى كده ان هي 16 وكان في كارينج اب ال1 فوق. يعني ايه؟ يعني ال8 هحط عليه ايه عشان يديني 16؟ يلا نكاونت من بعد ال8 لحد ما نوصل لل16. بعد ال8 9 10 11 12 13 14 15 16. بص على ايديك هتلاقي نفسك عملت كاونتنج ل8 فينجرز، يبقى نحط هنا 8. طيب جميل قوي. يبقى لما يكون هنا 8 يبقى هنا ال 6، يبقى هنا كان في ايه؟ هنكاري اب مين؟ هنكاري اب 1، يبقى هنا في 1 معمول له كارينج. يبقى ال 1 بلس ال 9 يديني 10. طيب 10 بلس ايه يديني 5؟ يبقى دي مش 5، دي 15. يعني دي في 5 وهيتحط هنا كارينج ال 1،
يبقى 10 بلس ايه يديني 15؟ 10 بلس ال 5، يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا 5. يبقى ده لما يكون 15 هيتحط هنا 5، وهنكاري اب هنا ايه؟ هنكاري اب 1. طيب 1 بلس 7 8، ينفع 8 بلس حاجه يديني 4؟ لما ازود على ال 8 تنقص؟ لا، يبقى دي مش 4 ده دي 14. طيب ال 8 ازود عليها كام عشان اوصل لل 14؟ نعد على ايدينا، بعد ال 8 9 10 11 12 13 14. بص على ايديك هتلاقي نفسك عديت 6 فينجرز. يبقى هنا نحط ايه؟ هنا نحط 6. طب ال 4 دي لما تنزل تبقى 14، نحط ال 4 وفي هنكاري اب هنا ايه؟ هنكاري اب 1. طيب 1 بلس 6 7، 7 بلس 8 اديني 8. هنا ممكن احط 1 على طول. طيب 5 بلس 8 اديني 7، 5 بلس 2. طيب وال 3 بلس 8 اديني 9، ال 3 بلس ال 6. انا بعتبر المسائل دي من المسائل المهمه اللي بتخليك قوي جدا في الماثيماتكس. هي دي المسائل اللي بترفع من مستواك، ما تحاولش تسيبها ولازم تفكر فيها. طيب نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. البروبلم دي ماينس. طيب ال 8 اشيل منها كام عشان تبقى 2؟ حط كده ال 8 على ايديك وشيل منها وبقي 2 وشوف انت شلت منها قد ايه، هتلاقي ان انت شلت منها ال 6. يبقى 8 ماينس 6 يديني 2. طب ال 9 اشيل منها كام تبقى 4؟ اشيل منها 5. ال 8 اشيل منها كام تبقى 5؟ اشيل منها 3. ال 3 اشيل منها كام عشان تبقى 3؟ ما اشيلش منها حاجه. ال 4 ماينس كام يديني 4؟ ماينس 0، مش هتشيل منها حاجه. ال 5 اخد منها كام عشان تبقى 2؟ اخد منها 3. اللي بعديها دي بلس، نفكر في البلس مع بعضينا. ايه بلس 3 يديني 4؟ اوعى تقول لي 11، ما ينفعش احط 2 ديجيتس في مكان واحد، يبقى لازم ده يكون 1. طيب احط كام على الفور عشان يبقى 0؟ ينفع؟ يبقى دي مش 0، ده هو عايز يقول لي 10، بس حط لي الزيرو هنا وفي كارينج هنا 1 هيتحط. يبقى هنا ايه اللي يتحط على الفور عشان يبقى 10؟ عد بعد الفور لحد ما توصل لل 10، بعد الفور 5 6 7 8 9 10. يبقى هنحط كام؟ هنحط 6. يبقى هنا 6 بلس 4 از 10، هنحط 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 8 بلس 5 يديني 5؟ ما ينفعش، لان 1 و 5 6، يبقى اكيد دي مش 5، اكيد دي 15. طب هنا في كام؟ هنا في عندي 1 وعندي 5، يبقى 6. اوصل ازاي لل 15؟ يلا نكاونت من بعد ال 6 لحد ما نوصل لل 15. بعد ال 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بص على ايدك هتلاقي نفسك عديت 9 فينجرز. يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا 9. خد بالك 15 يعني في هنا هنكاري اب 1. طيب 1 بلس 8 بلس 2 ايكوال 8، 1 بلس 2 3. احط كام على 3 عشان اوصل لل 8؟ احط 5. ممتاز. طيب هنا 6 بلس كام يديني 7؟ 6 بلس 1. طيب احط ايه اللي احطه على ال 1 يديني 4؟ احط ايه؟ احط 3. تمام؟ تعال نشوف المساله اللي بعد كده. المساله اللي بعد كده ايه ماينس ال 7 يديني 2؟ يعني حاجه هاخد منها 7 يديني 2، واضح ان هي ال 9. حط الاثنين دول على بعض. طيب ايه ماينس ال 5 يديني 8؟ ينفع؟ ينفع حاجه ماينس ال 5 يديني 8؟ الله، طب ايه ازاي؟ يا واضح ان معمول فيه بوروينج. يعني ايه بوروينج؟ يعني كان هنا ديجيت صغير وخدنا من اللي جنبه. طب هنا اعمل ايه بقى؟ هنا اجيبها من بالعكس، اقول 5 بلس ال 8. المفروض ان ده لما شلت منه ده اداني ده، يعني التو نمبرز دول لما احطهم على بعض يديني ده. طب 5 بلس ال 8 يديني كام؟ يديني 13. يبقى هنا المفروض في 13. لما اجي اعمل ايه في ال 16؟ احط ال 3 وودي ال 1 على ايه؟ على الديجيت اللي جنبه. جميل، تعال نبص كده اهو، 3 ماينس 5 ما ينفعش، هنبرو 1 يبقى 13. 13 ماينس ال 5 يديني كام؟ يديني ال 8. طيب انا هنا عملت بوروينج ل 1. طيب ايه ماينس ال 6 يديني 0؟ خد بالك انت واخد من هنا 1 اصلا، يبقى لازم هنا يكون في كام؟ يكون في 7.
لان انا خدت من هنا 1، لما خدت من هنا 1 حصل ايه؟ اكن ال 7 بقت ايه؟ بقت 6. يبقى 6 ماينس 6 ايكوال 0، يبقى هنا في 9 3 7. نيجي نشوف بعد كده 4 حاجه ماينس ال 4 يديني 9، يبقى واضح ان هي كبيره. يعني ايه هي كبيره؟ نحط الاثنين على بعض يديني 13، يبقى هنا في 3 وهنا خدت 1 من هنا. في 1 خدته منين؟ من هنا. طب لما اخد 1 من هنا ايه ماينس 2 يديني 9؟ ما ينفعش، نجيبها بالعكس نقول 9 بلس 2 11 وفي 1 كنت هاخده يبقى 12، يبقى لازم هنا يكون في كام؟ يكون في هنا 2، عشان لما اخد منها ال 1 اللي هوديه لل 3 تتحول لايه؟ تتحول ل 1، وعشان لما تاخد 1 هي من هنا تبقى 1 تبقى 11 ماينس 2 يديني كام؟ يديني 9. طب تعالى نشوف هنا ايه ماينس ال 8 يديني 1 وانا اصلا واخد بوروينج ل 1، يبقى لازم يكون الايه؟ لازم يكون 10، لان انا عندي اصلا لو هي 9 ماينس 8 يديني 1، طب ال 1 اللي انا خدته قبل كده، يبقى هنا احط 0 واحط هنا ايه؟ واحط هنا 1. طيب لو احنا مش عارفين نجيبها بالطريقه دي نعمل ايه؟ طب انا عندي النمبر ده كله المفروض ده الكبير لما اخد منه ده يديني ده، يعني اعمل ايه؟ اعمل بلس على طول. ازاي اعمل بلس على طول؟ هقول كده 7 بلس 2 ايكوال 9، 5 بلس 8 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 6 ايكوال 7، 9 بلس 4 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 9 10 بلس 2 12، 2 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 از 2 بلس ال 8 ايكوال 10، نحط ال 10. بس انا عايزك تفكر فيها، يعني حاول تفكر فيها وتشغل مخك. ليه؟ لما تجي لك بقى مسائل زي كده مش هتعرف تعمل في الدرافت، لازم تفكر. طيب نيجي نشوف المسائل اللي بعد كده، هناخد دي ودي 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 هوم ورك ليك، يعني دول الاثنين دول تعملهم هوم ورك. طيب ناخد الاثنين دول، هنا عندي بلس 3 بلس 8 ايكوال كام؟ ايكوال 11، هنحط 1 وهنكاري اب مين؟ هنكاري اب 1. طيب 1 بلس ايه بلس 9 يديني 4، ما ينفعش، يبقى اكيد دي 14، وطالما 14 يبقى هيتحط هنا 4 وفي 1 هنا معمول له كارينج، يبقى 1 بلس ايه بلس 9 يبقى 4، 1 بلس 9 10، يبقى 10 بلس 4 14. طيب هنا 1 بلس 5 6، 6 بلس 7 عدهم على ايديك هتلاقيهم 13، يبقى هنحط 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 6 7، 7 بلس 8 اديني 0، لا دي مش 0 دي 10، يعني 0 هنا وفي كارينج ل 1 هنا، يبقى 1 بلس 6 از 7، 7 بلس 3 يديني 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 8 بلس 8 يديني 5، لا دي مش 5 دي 15، يعني في 5 هنا وفي 1 معمول له كارينج هنا، يبقى 1 بلس 8 ايكوال 9، 9 بلس 8 يديني 5 يديني 15، 9 بلس ال 6. طيب وهنا 1 بلس 7 8، 8 بلس 5 يديني 13. نيجي المسألة اللي بعد كده، مسألة الماينس، a ماينس 7 يديني 2 9، 8 ماينس 8 0، 2 ماينس 8 يديني ال 8، مستحيل، يبقى أكيد دي مش 2 دي 12. يعني إيه 12؟ يعني المفروض إن هيجي لها هيحصل لها بوروينج ل 1 من هنا كده، هتاخد 1 من هنا، يبقى 12 ماينس ال 4 يديني ال 8. وخد بالك ده احنا واخدين منه 1، يعني ايه؟ يعني لما اقول لك اللي هي ده ماينس ال 5 يديني 0 وانت واخد منه 1، يبقى لازم يكون 6 لانك انت خدت منه 1 لل 2. طيب 5 ماينس 8 يديني 6، مستحيل، يبقى اكيد دي 15، يعني هتاخد لها 1 من هنا، يبقى 15 ماينس 8 يديني ال 6، 15 ماينس 9، وهنا يتبقى 2، 2 ماينس 8 يديني 1، 2 ماينس 8 2 ماينس 1. الاثنين دول تفكروا فيهم هوم ورك. نيجي اللي بعد كده، هناخد بردك واحده وواحده، يعني تعمل دي هوم ورك وتعمل دي ايه؟ هوم ورك. تعال ناخد دي وناخد دي. بلس 3 بلس 8 يديني 5، سهله 3 بلس 2. ايه بلس 9 يديني 4؟ لا مش 4، ما ينفعش ال 9 ازود عليها تديني 4، يبقى لازم دي تكون 14. ودي لما تكون 14 يبقى لازم هيتحط ال 4 هنا وفي 1 اتعمل له كارنج هنا، يبقى a بلس ال 9 يديني 14،
نعد بعد ال 9 لحد ما نوصل لل 14، عد على ايديك بعد ال 9 10 11 12 13 14، بص على ايدك ليهم 5 fingers، يبقى هنا 5. 1 بلس 9 1 بلس 9 10 10 بلس 8 اديني 7، لا دي مش 7 دي 17، يعني هيحصل لي كارينج ال 1 هنا، و 10 بلس 8 اديني 17 10 بلس 7. 1 بلس 7 8 8 بلس 5 13 يبقى 3 وهنكاري اب 1. 1 بلس A بلس 7 يديني 6، مستحيل لان هنا في 7، يبقى دي مش 6 دي 16، يبقى في 1 اتعمل له كارنج هنا. 1 بلس 7 8 8 بلس كام يديني 16؟ 8 بلس 8 يبقى هنا 1. 1 بلس 4 ايكوال كام؟ ايكوال 5. نيجي نشوف اخر واحده معانا وما ننساش الحاجات اللي انا سيبها لكم هوم ورك عشان تدرب نفسك عليها. نيجي نشوف هنا، هنا ماينس A ماينس 5 يديني 5، مفيش غير ال 10، 10 ماينس 5 يديني 5. طب ينفع اكتب 10 هنا؟ لا مش هينفع، امال اعمل ايه؟ نكتب 0 بس. هتبقى 10 ازاي؟ ما هي هتاخد 1 من الـ 8 دي، يعني دي هتبقى 7 وهتاخد لها 1 من هنا تبقى 10. يبقى 10 ماينس 5 از ايه؟ از 5. هنا يبقى 7، 7 ماينس 6 از 1. 6 ماينس 8 يديني 7، ينفع ال 6 اخد منها حاجه تزيد؟ لا، امال دي ايه؟ دي مش 6، امال دي كام؟ لازم تكون 16. وهي هتاخد لها 1 من هنا. 16 ماينس 7 اعمل ايه؟ عد من اول ال 7 لحد ال 16 هتلاقيهم 9. طيب A ماينس ال 8 يديني 4، وخد بالك انت واخد منه كام؟ انت واخد منه 1. اعمل ايه؟ احط الاثنين دول على بعض، 8 و 4 يديني 12، يبقى لازم يكون هنا في 12، يبقى اكتب ال 2. الله، بس انا لو كتبت ال 2 انا اصلا واخد منه 1 لل 16، يبقى لازم اكتب 3 عشان هنا اتاخد منه 1 يبقى 2. يبقى ال 12 تاخد 1 من ال 4 لان هنا ال 0 مش هينفع، تاخد 1 من ال 4 يبقى هنا 3، وده هيبقى كام؟ هيبقى 9، ودي تبقى 12. 12 ماينس ال 8 ايكوال 4، 9 ماينس ال 3 ايكوال 6، وهنا 3 ماينس 8 يديني 3، 3 ماينس 0. طيب A ماينس 4 يديني ال 4، حط الاثنين على بعض يديك مين؟ يديك ال 8. الاكسرسايز ده انا عارف اللي هو صعب بس مهم عشان بيخليك قوي في الماثيماتكس وبيرفع مستواك. اكسرسايز 8 بيقول لي سيركل ذا نمبر كلوزست تو ذا كوربت انسر ويزاوت بيرفورمينج ذا اوبريشن، يعني علم اعمل سيركل على الرقم القريب من الايه الريزلت بتاعتك من غير ما تعمل الاوبريشن، يعني ما تجيش تعمل لي الاثنين دول بلس وتقول لي هيطلع ايه. هو هنا عايزك ايه؟ عايزك كده تفكر الارقام دي قريبه من ايه. طيب تعالى نبص مع بعض. انا عندي هنا 6 ديجيتس وعندي 6 ديجيتس، الانسرز اللي مدهاني مديني 1 مليون، مديني 10 مليون، مديني هنا 100,000. طيب انا عندي هنا اصلا 400,000 وهزود عليها كمان، ينفع تطلع 100,000؟ يبقى ما ينفعش اختار دي ابدا. طيب انا عندي هنا مفيش مليونز خالص وهنا مفيش مليونز خالص، ينفع يديني 10 مليون؟ ما ينفعش ابدا. يبقى واضح ان الاجابه بتاعتك اللوجيك او المقبوله يبقى اقرب حاجه هتكون ايه؟ 1 مليون من غير ما ننفذ الايه؟ الاوبريشن بتاعتي. طيب تعال نشوف هنا. هنا عندي علامه ماينس، عندي سبتراكشن، عندي 7 مليون ماينس 7 مليون. اوكي؟ ينفع يديني الناتج 200 مليون؟ مستحيل، مستحيل خالص، لان ده 7 مليون و 7 مليون ما ينفعش ابدا. طيب تعال نبص بقى، هنا عندي 200,000 و 250,000، انا عندي هنا 250 256، وعندي هنا 56,000، لما اجي اشيلهم من بعض يديني 250؟ لا، واضح ان هو هيديني ايه؟ 200. يبقى هي دي الايه؟ هي دي الانسر بتاعتي. طيب نيجي هنا، عندي 9 مليون وهنا مفيش مليونز خالص، ينفع ال 9 مليون لما نضيف عليها حاجه يديني 1 مليون؟ ما ينفعش ابدا، يعني مش هينفع ناخد دي. ينفع يديني 100 مليون؟ ازاي ال 9 تجيب منين مفيش مليونز الناحيه الثانيه؟ يبقى واضح ان اقرب اجابه ليا ايه؟ ال 10 مليون. طب هنا 4 مليون ماينس 4 مليون، ينفع 4 ماينس 4 يديني مليون؟ لا ما ينفعش ابدا. طب ينفع يديني 1000؟ ازاي 1000؟ طب تعالى نبص هنا،
انا عندي هنا 3 في الثاوزند 325 وعندي 215، يعني الفرق ما بينهم ثاوزند واحد بس؟ لا طبعا، يبقى واضح ان هي دي الايه الانسر بتاعتي. الحاجات دي بتخليك قوي في الايه، ان انت تتخيل النمبرز بعيد عن بعضها قد ايه. طب نيجي نبص هنا، عمليه بلس 5 مليون و7 مليون، يعني الاثنين دول محطوطين على بعض دي 12 مليون. ينفع يديني 900 مليون؟ مستحيل. ينفع يديني مليارد؟ مستحيل. يبقى لازم تكون هي دي الاجابه الايه القريبه، 13 مليون. طب هنا 8 مليون و3 مليون هعمل لهم ماينس على طول كده، يبقى هيديني اقرب حاجه ليا ال5 مليون. ينفع يديني 8 مليارد؟ مليارد، انا ما عنديش مليارد خالص. لا ما ينفعش دي. ينفع 6 مليارد؟ ما ينفعش، يبقى لازم تكون ايه؟ هي دي. يجي اللي بعد كده. عندي هنا 2 مليون و1 مليون، لما يجي يحطهم على بعض يديني 3 مليون. طيب موجوده 3 مليون، ينفع 1 مليارد؟ ما ينفعش خالص. بس خد بالك بقى، انا عندي هنا بس الثاوزندز فيها كتير. الثاوزند عندي هنا 345 و 434، ال 3 وال 4 هيدوني 7، يعني في عندي 700,000 موجودين مع ال 3 مليون، يبقى دول يقربوني من ال 4 مليون. خدت بالكم؟ لا يعني دي لو فيها زيروز كنت هنختار ال 3 مليون، لكن هنا في عندي ثاوزندز كتيره، لما اجي احطهم على بعض هيقربوني من ال 4 مليون. طب نيجي نشوف هنا 2 مليون و 2 مليون، لما اجي اشيلهم من بعض خلاص مش هيكون في مليونز خالص. يبقى ينفع الفرق يديني 1 مليون؟ مستحيل. ينفع يديني 1 مليارد؟ مستحيل. يبقى ما قداميش غير الايه؟ غير الانسر دي. نيجي نشوف هنا 8 مليون و2 مليون، نحطهم على بعض يديني كام؟ 10 مليون. ينفع يديك مليارد؟ لا ينفع دي ولا ينفع دي، يبقى هي دي الانسر بتاعتي. 9 مليون و4 مليون، لما نيجي نعمل لهم ماينس يديني 5، يبقى انا متوقع ان اقرب حاجه 5 مليون. ينفع تلاقي 2 مليارد؟ لا. ينفع 850 مليون؟ لا، يبقى هي دي الايه؟ الانسر بتاعتي. نيجي مع بعضينا نشوف الوورد بروبلمز، وانا بعتبر الوورد بروبلمز من اهم اجزاء الليسون. يعني ما ينفعش تفوت الوورد بروبلمز. لان الوورد بروبلمز هي بتفهمك احنا بنستفيد ايه من اللي احنا خدناه. يعني كل المسائل اللي بعد كده وكل انظمه الامتحانات بعد كده هتعتمد ان انت تكون فاهم وتعرف تحل وورد بروبلمز. طيب نبدا مع بعضينا اول مساله، بيقول لي ذا مينستري اوف هيلز فاكسينيتد 9,876,543 children last year. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مينستري يعني وزاره، وزاره الصحه دي يعني وزاره، الهيلز يعني الصحه، فاكسينيتد يعني عملت ايه؟ تطعيم. عمل التطعيم للنمبر ده من التشيلدرن لاست يير. طيب اند 8,456,783 children this year. يعني احنا عملنا وزاره الصحه السنه اللي فاتت طعمت العدد ده من الاولاد، والسنه دي طعمت العدد ده. هو بيقول لي ايه بقى؟ كالكوليت يعني احسب التوتال نمبر اوف ذا فاكسينيتد تشيلدرن ان ذا تو ييرز. يبقى احنا عايزين نعرف في السنتين طعمنا قد ايه من الاولاد. يبقى واضح ان انا هنضيف النمبر ده على النمبر ده. كلمه نضيف يعني نعمل بلس. انت لازم تفهم الايه المساله. كلمه لو جالك كلمه توتال بنسبه كبيره بتبقى هي ايه؟ بتبقى بلس. بس المفروض تقرا المساله كويس وتفهمها، ما ينفعش تاخد المسائل بالشبه. ما ينفعش اقول لك كلمه توتال تعمل لي بلس، لا لازم تفهم كويس. يبقى لما نيجي نحل المساله لازم نكتب كده ذا توتال نمبر، لازم نكتب of the vaccinated children equal. هي equal معايا ايه بقى؟ هنقول ده بلس ده، نكتب التو نمبرز ونعملهم بلس. three plus three is six, four plus eight twelve, two
and we have 1 carrying على 5. 1 plus 5 is 6 plus 7 13. 3 وحنكاري up 1 على 6. 1 plus 6 is 7. 7 plus 6 another 13. 3 وحنكاري up 1 على 7. 1 plus 7 is 8. 8 plus 5 13. 3 وحنكاري up 1 على 8. 1 plus 8 9. 9 plus 4 يبقى 13. 3 وحنكاري up 1 على 9. 1 plus 9 10. 10 plus 8 equal 18. يبقى عندي 18 مليونز 333,326. 26 ايه بقى؟ لازم اكتب، لازم اكتب ان ده عبارة عن ايه؟ لازم نكتب هنا children. ما ينفعش تكتب النمبر كده وتسيبهولي، لازم تكتب وتقول لي ده عبارة عن ايه. نيجي البروبلم اللي بعد كده. If the fruit exports of a country in a month was النمبر ده tons and in the second month was كذا tons. يعني ايه إذا فروت؟ الفروت يعني فواكه. exported يعني صدرناها، يعني الفروتس اللي حصل لها تصدير، يعني احنا وديناها لايه؟ لبلاد تانية. exports يعني تم تصديرها، تم تصديرها. صدرناها لايه؟ لانذر كونتري في مانس، في شهر من الشهور. كان كام؟ كان كذا طن، ده يعني 1000 كيلوغرام. and in the second month was كذا طن. find the total sum of the fruit exports. عايز يعرف احنا طلعنا فروتس قد ايه. طبعا المسألة مفهومة، انا عايز التوتال سم، يعني هنعمل النمبر ده والنمبر ده اديشن. يبقى the total sum لازم نكتب الايه اللي هو كان عايزه، of the fruit exports equal، او تكتب is مش مشكلة. ايه بقى؟ حط التو نمبرز بلس equal 6 بلس 7 13 3 and we have 1. 1 بلس 0 1 بلس 6 7. 0 بلس 5 5. 2 بلس 4 6. 4 plus 3 7. 3 plus 9 12 2 and we have 1. 1 plus 1 is a is 2. يبقى 2,276,573 ايه بقى؟ طنز. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. بيقول لي if the budget allocated to support drinking water increased in two consecutive years from 270,250,000 pounds to 750,180,000 pounds. Find the amount of this increase. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة budget يعني ميزانية. Allocated يعني احنا خصصنا الميزانية دي، مخصصة. يعني أنا في عندي حاجة أنا خصصتها لحاجة. To support، كلمة support يعني أنا بدعم، لدعم أو بساعد، لمساعدة أو دعم، تدعيم. Drinking water، مية الشرب. يبقى أنا دلوقتي الدولة عملت إيه؟ زودت الفلوس عشان تحسن مياه الشرب، عشان توصل لي مية شرب للايه؟ للمنازل. الفلوس دي زادت، كانت في أول سنة الدولة صرفت 270,250,000 pounds، والسنة اللي بعديها بقت 750,180,000 pounds. هو بيقول لك إيه بقى؟ هو عايز مننا إيه؟ عايزين نحسب الأماونت. الأماونت يعني قيمة أو مقدار. أماونت يعني قيمة أو مقدار. إحنا عايزين المقدار of this increase. increase يعني زيادة. مقدار الزيادة في هذه الايه؟ في هذه المخصصات. يبقى نيجي نحل المسألة. طبعا انا عايز مقدار زيادة، يبقى انا عايز الفرق، يبقى انا عايز الديفرنس. يبقى هقول الايه؟ الكبير ماينس الايه؟ الصغير. يبقى the amount of this increase، يبقى نكتب the amount of
this increase هت equal. هنحط النمبر الكبير minus النمبر الصغير. 750,180,000 minus 270,250,000 equal 0 minus 0 يديني 0. 0 minus 0 يديني 0. 0 minus 0 يديني 0. 0 minus 0 another 0. 8 minus 5 يديني 3. 1 minus 2 ما ينفعش ناخد من هنا، ما ينفعش ناخد من ال 5 تبقى 4 وال 0 دي تبقى 9 وال 1 ده يبقى ايه؟ يبقى 11. 11 minus 2 يديني 9. 9 minus 0 يديني 9. 4 minus 7 ما ينفعش ناخد 1 من ال 7 تبقى 6 وال 4 تبقى 14. 14 minus 7 يديني 7. وال 6 minus 2 equal 4. ينفع اكتب كده النمبر واسيبه؟ لا، لازم اكتب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فلوس، يبقى لازم اكتب باونس. بروبلم دي بيقول لي if the budget allocated to support medicine in two consecutive years increased، زي المساله اللي فاتت. يعني الدوله في فلوس عيناها عشان تدينا بيها ادويه وتدينا بيها ايه؟ خدمات صحيه. الفلوس دي زادت من 380 مليون to 405 مليون to preserve the price of medicine. كلمة preserve يعني يحفظ، البرايس يعني سعر، medicine يعني دواء. عشان الدواء ما يغلاش احنا الدولة دفعت مبالغ علشان الدواء ما يبقاش، لما اجي اشتري الدواء ما الاقيش ان هو ايه؟ ان هو غالي. بيقول لي find the amount of this increase. طالما برضك عايز ال amount of increase يبقى هعمل ايه؟ المبلغ بعد لما زاد اشيل منه المبلغ قبل الزيادة. يبقى the amount of this increase equal او is. يبقى انا عندي هنا 405 مليون ماينس 380 مليون اللي هتيكوال معايا ايه؟ 6 زيروز ماينس 6 زيروز، يبقى عندي هنا 6 زيروز. 5 ماينس 0 ايكوال 5. 0 ماينس 8 ما ينفعش، يبقى دي 10 دي تبقى 3. 10 ماينس 8 ايكوال 2. و 3 ماينس 3 از 0. يبقى اللي حصل هنا في عندي 25 مليون. مليون ايه بقى؟ لازم اكتب مليون ايه؟ مليون باونز. يبقى هي دي المبالغ اللي زادت عشان يحصل ايه؟ حفظ السعر الايه؟ الميديسن ما يزيدش عليه. طيب نيجي نشوف المساله اللي بعد كده. A factory produced. Factory يعني مصنع. Produced يعني بينتج. بينتج الرقم ده من التويز، تويز العاب. in one year. the next year السنه اللي بعد كده الفاكتوري بروديوسد المصنع انتج العدد ده من التويز. خد بالكم هنا 3 مليون هنا 2 مليون، يعني العدد زاد. find the difference between the production in the two years. production يعني انتاج، يعني هو عايز الفرق في الانتاج. كلمه difference يعني على طول احنا هنعمل سبتراكشن، هنعمل ماينس. طب لما اجي اعمل ماينس بحط الكبير الايه؟ الكبير الاول. يبقى the difference between the production in the two years هي ايكوال معانا الاتي. احط الكبير الاول ماينس مين؟ ماينس النمبر الصغير. ايكوال 4 ماينس 3 اديني 1. 9 ماينس 4 اديني 5. 5 ماينس 5 0. 7 ماينس 7 0.
6 ماينس 8 ما ينفعش، هنبور 1 تبقى 16 ودي تبقى 1. 16 ماينس 8 ايكوال 8. 1 ماينس 9 ما ينفعش، نبور 1 من 3 تبقى 2 وال1 تبقى 11. 11 ماينس 9 يديني ايه؟ 2 و2 ماينس 2 يديني 0، ال0 ما يكونش على الليفت. يبقى 280,051. 51 ايه بقى؟ لازم اكتب النمبر ده عباره عن ايه؟ النمبر ده عباره عن تويز، العاب. لان المصنع عندي بينتج ايه؟ بينتج العاب. طيب البروبلم اللي بعد كده. ان اير يعني في سنه من السنين، النمبر ده من التورستس، تورستس يعني سائحين. فيزيتد ذا كارناك تمبل، تمبل يعني معبد. يعني في عدد من السائحين زاروا معبد الكرنك. And in the next year، وفي السنة اللي بعد كده، النمبر ده من السائحين برضو زاروا المعبد. طب هو عايز الـ difference between them، عايز الفرق، الفرق في الزيادة ما بين الايه؟ ما بين السنة دي والسنة دي. يبقى هنكتب الـ difference is نكتب is او equal مش مشكلة. equal كم معايا بقى؟ عندي النمبر الكبير ماينس النمبر الصغير. هات ايكوال 1 ماينس 4 ما ينفعش، يبقى دي 11 ودي تبقى 4. 11 ماينس 4 يديني 7، 4 ماينس 2 يديني 2، 8 ماينس 6 يديني 2، 5 ماينس 0 يديني 5، 9 ماينس 7 يديني 2، 7 ماينس 2 يديني 5، 3 ماينس 3 يديني 0. زي ما اتعودنا ال 0 على الليفت ما نكتبوش. يبقى ايه ده بقى؟ ده النمبر اللي هو الديفرنس في الزياده ما بين السنتين. طب دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن سائحين، يبقى لازم اكتب تورستس. لازم اقول له ان النمبر ده عباره عن سائحين. طيب اللي بعديها. المينستري اوف اديوكيشن، الوزاره بتاعه الاديوكيشن بتاعه التعليم، بوت، بوت يعني اشترت، بوت يعني اشترت النمبر ده من الكمبيوترز، والنمبر ده اوف ذيم وير ديستريبيوتد، ديستريبيوتد يعني توزعوا، تم توزيعهم. تو سام سكولز، يبقى انا يبقى الوزاره اشترت عدد من الكمبيوترز ووزعت مجموعه ايه منهم. طب هو طالب ايه؟ فايند ذا نمبر اوف ريميندر، فايند ذا نمبر اوف ريميندر كمبيوترز او الريميننج كمبيوترز. المفروض هنا الريميننج كمبيوترز، يبقى انا عندي ذا نمبر اوف ذا ريميننج كمبيوترز اللي هم الباقيين، الريميننج يعني اللي باقي، ذا نمبر of the remaining computers is او equal. is ايه بقى؟ يبقى اللي احنا اشتريناه الاول هنشيل منه اللي احنا وزعناهم، هت equal معناه الاتي 2 minus 1 يديني 1، 7 ماينس 7 0، 6 ماينس 2 is 4، 5 ماينس 9 ما ينفعش يبقى دي 15 وال 3 تبقى 2، 15 ماينس 9 هتلاقيها 6، 2 ماينس 8 ما ينفعش، ناخد 1 من ال 2 تبقى هنا تبقى 1 وال 2 تبقى 12، 12 ماينس 9 4، 1 ماينس 9 ما ينفعش، ناخد 1 من ال 2 تبقى 1 وهنا تبقى 11، 11 ماينس 9 يديني 2، 1 ماينس 1 0 ما نكتبش 0 على الليفت. طيب مين دول بقى؟ دول المفروض كمبيوترز، يبقى لازم اكتب هنا كمبيوترز. Problem H بيقول لي if the distance between Cairo and Alexandria is about 220,000 meter، احمد ميد 135,000 meter from this distance. Find this distance must he make to reach Alexandria. يعني أنا عندي المسافة ما بين كايرو وألكسندريا هي المفروض 220 كيلومتر،
بس احنا هنا جايبينها بالمتر. احمد مشي المسافه دي فاضل له قد ايه؟ يبقى المفروض ان انا الديستنس الكبيره كلها اشيل منها المسافه اللي هو مشيها، يبقى المسافه اللي هو لازم ايه يمشيها، يبقى the distance must he make to reach Alexandria is يبقى 220,000 minus 135,000 اللي هت equal 0 minus 0 0 0 0 0 minus 5 ما ينفعش يبقى ده 10 وده يبقى 1 10 minus 5 يديني 5 1 minus 3 ما ينفعش يبقى ده 1 وده 11 11 minus 3 يديني 8 1 minus 1 يديني 0 زي ما اتفقنا ما بنكتبش الزيرو على الايه على الليفت. طيب هنا طلع لي ايه 85000. طب 85000 ايه؟ لازم اكتب متر. اللي بعديها If the income from the advertisements during the African Football Cup of Nations، كلمة income يعني كل المبلغ اللي دخل لي، يعني ممكن نقول الدخل أو العائد، كل المبالغ اللي دخلت لي. From the advertisements، advertisements يعني إعلانات، الإعلانات. During يعني خلال، خلال إيه؟ الأفريكان Football Cup of Nations اللي هي بطولة كأس الأمم الأفريقية أنجولا 2010 for the Egyptian channel. channel يعني قناة، بالنسبة للقناة المصرية 2 اللي هي القناة المصرية رقم 2 يعني القناة 2 was 7 مليون، يعني احنا الـ income كان 7 مليون and 800,000 pounds for Nile Sports TV، وبالنسبة لقناة تانية اسمها نايل سبورتس تي في was 700,000 pounds and for ياسن سبورتس راديو تشانل، وفي عندي قناة تانية بتاعت الراديو اللي هي الرياضة والشباب ياس يعني شباب was 508,000 pounds. يبقى أنا عندي الإعلانات جابت لثلاث قنوات فلوس، في قناة جابت لها 7 مليون وقناة تانية اللي هي نايل سبورتس جابت لها 700,000 وقناة تانية بتاعت الراديو جابت لها 508,000. يقول لي find the total income يعني الدخل الكلي achieved، achieved يعني اللي حققناه اللي هو الذي تم تحقيقه المحقق by the three channels the advertisement، يعني التلات قنوات دول حققوا دخل قد ايه. يبقى هنكتب the total income is equal. هنحط بقى ال 3 ايه؟ ال 3 numbers هنا 7 مليون and 800,000 pound 800,000 pound. طيب هنا الثاني بلس بلس مين؟ النايل سبورت جابت كام؟ 700,000 pound and ما جابتش حاجه ثانيه، ما فيش عندي يونتس، يبقى هنا كده بلس الياس اند سبورتس راديو شانل جابت 500 and 8000 pound 508. طيب ده يديني كام؟ 0 بلس 0 بلس 0 يديني 0. عندي هنا 3 زيروز و 3 زيروز و 3 زيروز، يبقى 3 زيروز على طول. طيب 0 بلس 0 يديني 0 بلس 8 يديني 8. 0 بلس 0 يديني 0 بلس 0 يديني 0. 8 بلس 7 يديني 15. 15 و5 يديني 20. يبقى هنحط 0 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 2. 2 بلس 7 يديني 9. هنا ما فيش عندي مليونز، يبقى تنزل الايه؟ ال 9. يبقى اكنها 9 مليونز اند 8000 باوندز. يبقى هنا ايه؟ لازم اكتب باوندز. زي ما انتم شايفين احنا هنا في دايما في الورد بروبلمز بتلاقي نفسك على طول بتشتغل ايه؟ بتشتغل هوريزونتال. لو انت مش عارف تشتغل هوريزونتال بتشتغل ايه؟ فيرتيكال. طيب نيجي المساله اللي بعد كده. يقول لي ساره هاد 2 مليون باوندز، يعني ساره معاها 2 مليون باوندز. شي بوت يعني هي اشترت اكار فور المبلغ ده اند ا موبايل فور المبلغ ده. فايند ذا ريميندر ماني وذ هير، عايز الفلوس اللي بقت معاها. يبقى
the remaining money هت ايكوال ايه؟ طبعا فهمنا المسألة، هي معاها ايه؟ معاها 2 مليون. طيب هي صرفت بقى، هي اشترت عربية وموبايل، يعني هي صرفت. صرفت يبقى هنقص الفلوس اللي هي صرفتها، هنقص. بس هي صرفت حاجتين، بس احنا اتعلمنا ان انا ممكن اعمل براكت ونحط فيه حاجات. يبقى هنحط في البراكت ده الحاجات اللي هي اشترتها ونعمل لها بلس. يبقى 235 والموبايل بكام؟ 2500. يبقى هتيكوال معانا الاتي ماينس، نعمل الاثنين دول بلس، 1 بلس 0 يديني 1، 6 بلس 0 يديني 6، 8 بلس 5 يديني 13، 3 اند وي هاف 1، 1 بلس 5 از 6، 6 بلس 2 از 8، وعندي ال 3 تنزل وال 2 تنزل. نعمل الاثنين دول بقى ماينس، اتفقنا لما يكون عندي ماينس في نمبر زي ده بنعمل ايه؟ بناخد اول واحد نخليه 10 واخر واحد ننزله 1 والباقي كله 9. يبقى 10 ماينس 1 يديني 9، 9 ماينس 6 يديني 3، 9 ماينس 3 يديني 6، 9 ماينس 8 يديني 1، 9 ماينس 3 يديني 6، 9 ماينس 2 يديني 7، وعندي ال 1 ايه؟ ال 1 ينزل. يبقى ده اللي هيبقى معاه. طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فلوس، يبقى لازم اكتب ال ايه؟ الايجيبشن باوند. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 4، ليسون مهم جدا جدا. الثري ليسونز اللي هم الجايين دول، الليسون ده والليسونز اللي جايين مهمين جدا، لازم تبقى انتم عارفينهم كويس وبتحلوا عليهم تمام وفاهمين يعني ايه اديشن وسبتراكشن، وهيتكرروا معاك السنه الجايه والسنه اللي بعدها. ما تنسوش ان الهوم ورك بتاعنا هنحل من الورك شيت ليسون ايه؟ ليسون 4، اللي هي الحاجات اللي على ليسون 4 اللي هي ورك شيت ايه؟ ورك شيت 4. وما تنسوش تحلوا المسائل اللي احنا سيبناها هنا في الاكسرسايز وقلنا تحلوها، وبالتوفيق ان شاء الله.